يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. عندنا كالعادة أخبار كتيرة متنوعة، سواء على الشق المحلي العالمي وأيضا فيما يتعلق بكل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. لكن في البداية خليني أهني حضراتكم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. بإذن الله يكون شهر سعيد كالعادة، بإذن الله يكون رمضان كريم علينا كلنا، وإن شاء الله إن شاء الله رب يكون آخر الأيام في الأزمة الحالية اللي بيمر بها العالم كله بخصوص فيروس كورونا. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسلامة. كمان بكرة بتحل ذكرى تأسيس النادي الأهلي، 113 سنة بيمروا على تاريخ النادي الأهلي، هذا النادي العظيم والتاريخ الكبير اللي بيتميز بيه دايما النادي الأهلي. أهم شيء بيميز كمان الأهلي طبعا جمهوره، الأهلي عنده عدد كبير جدا جدا من الجماهير في جميع أنحاء العالم يقدروا بالملايين والملايين في الحقيقة. بخلاف كده كمان دايما النادي الأهلي هو السباق في كل شيء، دايما النادي الأهلي هو نادي الوطنية، دايما النادي الأهلي بيقدر يحقق الألقاب المختلفة على الصعيد المحلي والأفريقي، وبيتصدر سواء على الصعيد المحلي أكتر نادي حقق ألقاب، أو على الصعيد الأفريقي كمان والصعيد القاري هو أكتر نادي حقق ألقاب. فكل سنة وكل الأهلوية بخير أيضا بمناسبة ذكرى تأسيس نادينا الكبير والعظيم النادي الأهلي. ويا رب دايما دايما بإذن الله سنوات عدت بتاريخ كبير وبطولات وإنجازات وأيام سعيدة جدا جدا على النادي الأهلي، وسنوات أخرى قادمة بإذن الله تعالى مليئة أيضا بالبطولات، ويظل النادي الأهلي ويستمر في تسطير التاريخ بالنسبة له وبالنسبة لكل جماهيره. كل سنة وكل جمهور النادي الأهلي بألف صحة وخير دايما. طيب النهارده ضيف حلقتنا هيكون الاستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير في الجزء الثاني من حلقه النهارده، وهنتكلم معاه في امور عديده مهمه للغايه. في البدايه خلينا نبتدي باهم العناوين، يلا بينا. 113 سنه من المبادئ والالقاب والوطنيه، كل سنه وانت اهلي. كاف يدرس استئناف دوري الأبطال في أكتوبر المقبل. بسبب كورونا يوفا يتجه لإلغاء تقنية فار في دوري الأبطال. طيب انا عايز ابتدي بحاجه مهمه بصراحه، عندنا اكتر من موضوع يعني ممكن نتكلم فيه النهارده. احنا بقى لنا اسبوع طبعا ما نطلعش مع حضراتكم بسبب كان يوم الاثنين، زي ما حضراتكم عارفين احنا في الفتره الحاليه بعد الحظر وكده بنطلع يومين بس في الاسبوع، كان اثنين وخميس. الاثنين فات غبنا عن حضراتكم بسبب شم النسيم، فبالتالي كان اجازه القناه، ما كانش في حلقه خالص في اي برنامج في اليوم ده. لكن بالتالي احنا غايبين عن حضراتكم بقالنا اسبوع، ففي اخبار كتيره جدا ممكن نتكلم فيها مع حضراتكم. وبصراحه لما بنغيب قوي كده الموضوع بيبقى صعب علينا، بتوحشونا كتير، كمان ما بالك شهر رمضان كله احنا تقريبا اجازه مش هنكون موجودين مع حضراتكم بتحديد البرنامج يعني. ان شاء الله كمان نتقابل بعد رمضان وهقول لحضراتكم التفاصيل مع نهايه حلقه اليوم يعني. لكن بصراحه في موضوع مهم قوي لازم نتكلم فيه، وهو بخصوص مجلس اداره النادي الاهلي والجزئيه اللي بتتعلق بعدم المساس برواتب العاملين واللاعبين والاجهزه الفنيه. اسهل حاجه في الدنيا، اسهل قرار كان ممكن يتاخد من قبل مجلس اداره النادي الاهلي هو ايه؟ يا جماعه احنا بنمر بظروف صعبه، زي ما الناس كلها بتعمل يعني، احنا بنمر بظروف صعبه فاحنا هنقلل الرواتب بتاعت الناس كلها غصب عننا، مفيش موارد يا جماعه، مفيش فلوس، مفيش قرش داخل للنادي، فهنعمل ايه؟ كانت اسهل حاجه في الدنيا، ومحدش يقدر يلوم بقى على النادي ولا على مجلس الاداره خالص يعني. وكلنا كنا متوقعين كده بصراحه يعني، كلنا كل الناس كانت متوقعه ان النادي الاهلي زيه زي بقيه الانديه هياخد قرار بتخفيض الرواتب بخصم نسبه مئويه معينه مثلا، بالتحديد كمان من اللاعبين والاجهزه الفنيه وكلام من ده. لكن فوجئنا بان النادي الاهلي بيقرر عدم المساس ب رواتب العاملين والموظفين وكمان الاجهزه الفنيه واللاعبين في سابقه مهمه جدا في ظل الظرف الحالي، الظروف الحاليه اللي احنا بنعدي بيها وهي ازمه فيروس كورونا وقله الموارد ومفيش اي دواخل بتخش النادي يعني. فاللي عاجبني في القصه بصراحه يعني ان دايما دايما النادي الاهلي بيبقى فريد في تصرفاته، دايما النادي الاهلي بيفكر بشكل مختلف عن الباقي يعني. ف قال لك ايه؟ قال لك لا يا جماعه احنا قرار سهل ممكن ناخده، لكن احنا نقعد الاول كده ايه؟ نجتمع
عن طريق الفيديو كونفرنس كالعادة خلال الفترة اللي فاتت، ونتابع ونقيم الوضع. أقيم الوضع الأول وأشوف الدنيا إيه، لأن في ناس موظفين وعاملين في النادي دول مرتبطين بمصاريف شهرية ومجبرين طبعا على الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، فبالتالي الناس دي هتبقى ملزمة إن هي تصرف وملزمة بأمور مادية معينة، يعني مش هينفع إن احنا نقصر معاهم فيها. فموضوع الموظفين والعاملين بالنادي وكلام من ده احنا مش هنقرب منه خالص خلال الفترة الحالية. بعد تقييم الوضع انا هقدر اعمل كده ولا لا، لقيت ان انا هقدر فخلص خدت القرار ده. ده اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي، لقوا ان هم قادرين ان هم يتصرفوا او قادرين ان هم يصرفوا رواتب الموظفين، فخلاص يا جماعه لا مش هنقرب منه. لكن ممكن تلاقي في المقابل بعض الانديه الاخرى ممكن تكون قادره لكن هي بتستسهل الامور شويه. فهنا الفرق بس، يعني ده اللي انا عايز ابينه، الفرق ما بين النادي الاهلي في تقييم الوضع الاول واتخاذ القرار، والفرق ما بين بعض المؤسسات او الانديه الاخرى، وهم اكيد معذرين طبعا في الفتره الحاليه، يعني الناس كلها معذوره يعني. لكن حته التقييم حته الدراسه، وده شيء بيميز دايما النادي الاهلي فيما يتعلق بخصوص رواتب اللاعبين والمديرين الفنيين وكلام من ده والاجهزه الفنيه. فقال لك احنا هنجدول الوضع كله، ما فيش جنيه هينقص من اي حد، بس ممكن ايه نقسم المرتبات مثلا على كذا شهر وكلام من ده، والامور تبقى ماشيه بحيث ان ما حدش برده ايه يقل اي شيء، يعني ما يخسرش اي جوانب ماديه بالنسبه له. فده كان تفكير ايجابي جدا. الوضع قال لي الفتره دي ان انا هعمل كده، بس ممكن بعد شهرين ثلاثه اربعه اقيم الوضع من اول وجديد باذن الله يا رب تكون موضوع كورونا ده خلص نهائيا يعني، واقيم الوضع بشكل جديد اشوف هقدر اكمل في الطريق اللي انا مشيت فيه ده ولا لا. قدرت اوكي خير وبركه، ما قدرتش اقيم بقى الوضع ساعتها اشوف ايه القرارات الانسب. ففي الحقيقه يعني كل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي بعد اتخاذ هذا القرار المميز من قبل مجلس الاداره وبرئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. ده موضوع مهم. الموضوع التاني، وانا حاسس ان في قلق عند جمهور النادي الاهلي بخصوص مستر ريني فايلر، والناس بتقول يا جماعه طالما الدنيا الناس متفقه والرغبه موجوده عند الطرفين سواء المدير الفني او النادي، فليه ما بيتمش اعلان تجديد العقد وكلام من ده. لكن انا عايز اطمن حضراتكم يعني ما تشغلوش بالكم موضوع مستر فايلر، لان ان شاء الله باذن الله تعالى الموضوع موضوع وقت بس، وقت بخصوص الاعلان كمان، مش وقت في التفاوض، لا تقريبا شبه مستقرين على كل البنود والجوانب اللي بتتعلق بالعقد ما بين المدير الفني للنادي الاهلي مستر ريني فايلر ومجلس اداره النادي الاهلي او المسؤولين عن الكره في النادي، بس يتبقى الاعلان الرسمي. اجلا ام عاجلا هتسمعوا الاعلان الرسمي باذن الله تعالى من قبل النادي الاهلي سواء من خلال القناه او من خلال الموقع الرسمي بتجديد تعاقد المدير الفني. طبعا تفاصيل انا ماليش ان انا اتكلم في تفاصيل خلال الفتره الحاليه بخصوص هذا العقد، لكن تفاصيل اكيد متروكه للمسؤولين عن هذا الملف في النادي الاهلي، فما تقلقوش اطلاقا. مستر ريني فايلر باذن الله تعالى مكمل مع النادي الاهلي، وانا عاجبني قوي او كلنا مبسوطين في الحقيقه ان في قناعه تامه من قبل جماهير النادي الاهلي وثقه كامله من قبل جماهير النادي الاهلي بالمدير الفني الحالي للفريق. طبعا حضراتكم فاكرين كويس قوي مع بدايه تعاقد النادي الاهلي ومع الراجل، فكان في موجه من الانتقادات القويه جدا والكبيره ضد الراجل في الحقيقه، ضد مستر ريني فايلر. لكن هو جه اثبت العكس، اثبت ان مش دايما ان احنا ندور على السي في المليء بالانجازات وكلام من ده عشان ينجح. جبنا قبل كده عندنا تجارب كتيره ابرزها مستر مارتن يول، الراجل اخذ الدوري مع النادي الاهلي بس ما سابش بصمه يعني، وكان سي في عظيم جدا، الراجل ده اتدرب في الدوري الانجليزي ومسك توتنهام في هناك في الدوري الانجليزي ومش عارف انديه في الدوري الهولندي وكلام اسم يعني، لكن ما نجحش مع النادي الاهلي. واحنا دايما بنتكلم نجاح اي مدير فني مع النادي الاهلي مرتبط بالبطوله القاريه، بطوله دوري ابطال افريقيا. فحتى الان بصراحه يعني مستر ريني فايلر مطمنا على مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، مستقبل الفريق الاول لكره القدم تحديدا يعني، مطمنا على امكانيه وقدره النادي الاهلي المنافسه على كل الالقاب، ده شيء طبيعي وبديهي احنا متعودين عليه. لكن ان انت بتنافس بقوه، ان انت تبقى نسب فوزك باي بطوله عاليه زي ما كنا متعودين قبل كده. الكام سنه اللي فاتوا النسب ما كانتش يعني تقول ايه في نسبه الاهلي ياخد بطوله، لكن ما تبقاش مطمن او ما تبقاش واثق بشكل كبير يعني. دايما الثقه لازم تبقى موجوده طبعا في الجهاز الفني واللاعبين، لكن انا بتكلم في المعطيات الخاصه بالفريق. المعطيات دلوقتي بتقول ان احنا عندنا مدير فني مميز جدا، وعندنا كمان مجموعه من اللاعبين غايه في الروعه ومتميزه جدا من حيث الامكانيات الفنيه والبدنيه والمهاريه وكل هذه الامور، فبالتالي يقدروا ان هم يحققوا طموحات النادي الاهلي. فبالتالي هي المنظومه كلها كامله ماشيه بشكل جيد، ينقص النادي الاهلي على مدار السنوات السابقه عشان ابقى متفق معاك، وهو حته الاستقرار
في الجهاز الفني. بصراحه الكام سنه اللي فاتوا بمختلف مجالس الادارات وكانت ظروف غصب عن يعني عن الناس يعني. كنا بنغير، جبت لاسارتي مشي، جبت قبليه كارتيرون ومشي، قبليه كان كابتن حسام البدري ومشي، قبليه مش عارف مارتينيو، يعني عدد كبير، وبيسيرو مره وكذا مدرب يعني يجي ويمشي. فده المنطلق اللي بيفكر منه او بيفكر من خلاله المسؤولين في النادي الاهلي، ان انا احافظ على الجهاز الفني طالما هو جهاز فني يليق بطموحات واهداف جمهور النادي الاهلي واكيد مجلس الاداره واعضاء النادي الاهلي. فطمنوا ان شاء الله الموضوع بس موضوع وقت خاص بالاعلان الرسمي، واكيد التوقيت المناسب هيتم اتخاذه من قبل المسؤولين عن النادي. ومستر فايلر باذن الله تعالى مكمل مع الفريق خلال مش عايز اقول كام سنه، يعني دي حاجه برضو متروكه للمسؤولين، لكن هو موجود خلاص مع الفريق خلال الفتره اللي جايه، بس يتبقى الاعلان الرسمي برضو عشان يبقى كلامنا واضح، وده هيحصل خلال فتره قليله باذن الله تعالى. ويمكن يكون موضوع كورونا ده ليه جزء او ليه عامل او هو عامل مهم يعني في تعطيل الاعلان الرسمي. ننتظر باذن الله تعالى ونتمنى كل التوفيق لمستر فايلر واللاعبين خلال الفتره القادمه لما يتم عوده النشاط. طيب دي بعض الموضوعات اللي بتتعلق بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم تحديدا. عايزين نروح لجانب اخر وموضوع اخر وهو غايه في الاهميه، وهو خاص بان احنا كنا لو تفتكروا اخر حلقه كده يوم الخميس اللي فات اتكلمنا بخصوص يا جماعه، ومش الخميس اللي فات بس يعني الكام اسبوع اللي فاتوا كده من ساعه ازمه كورونا، يا جماعه رتبوا نفسكم شوفوا السيناريوهات، بنتكلم على المسؤولين يعني في اتحاد الكوره. فالناس في الحقيقه عفوا الناس في الحقيقه على مدار الفتره اللي فاتت كانوا بيجهزوا السيناريوهات، وده كان امر واضح جدا، وعندهم بعض الاقتراحات وجاهزين حتى تصريحات يعني مسؤولين في الاتحاد او اللجنه الخماسيه بالتحديد كابتن محمد فضل عضو اللجنه قال ان احنا مجهزين مقترحات معينه مستنيين بس اشاره الدوله ان يا جماعه ينفع خلاص تستأنفوا النشاط. المقترحات دي يعني تتمثل في ايه؟ بتتمثل ان احنا هنحدد ملاعب معينه لاستكمال بطوله الدوري وفنادق معينه، كل الامور دي تبقى معقمه بشكل كامل وتبقى مؤمنه بشكل جيد بحيث ان لا قدر الله ما يتمش تعرض اي حد لفيروس كورونا يعني، فيتم التعامل مع الموقف. في المقابل انت عايز تحاول بقدر المستطاع ترجع الامور والحياه لطبيعتها برضو تحت عنوان وتحت كلمه مهمه جدا، وهي صحه اي حد اهم من اي شيء، صحه اي فرد اهم من الدوري ومن اي حاجه. لكن السعي التفكير خلق بعض السيناريوهات ده كان امر مهم جدا، وفي الحقيقه برضه عشان ندي الناس حقها، هم دلوقتي ممكن يكونوا تاخروا سنه لكن هم دلوقتي يعني بيشتغلوا على الجزئيه دي بشكل جيد ومستنيين بس ان ايه مجلس الوزراء يقرر يقول ينفع نستأنف الدوري ولا ما ينفعش النشاط يعني بشكل عام ولا لا، ده طبقا للظروف اللي بتتعلق بفيروس كورونا، وان شاء الله باذن الله غمه وتنزاح وتخلص ونشوف الدنيا خلال الفترة الجاية بطبيعتها زي ما كنا متعودين. طيب أنا عندي النهاردة بعض الأخبار اللي تتعلق بكورونا. خليني أقول لحضراتكم بس قبل ما أروح لأخبار كورونا، الاتحاد المصري لكرة القدم عنده طبعا بعض الاجتماعات دلوقتي مع أعضاء الجمعية العمومية يعني تكملة الموضوع السيناريوهات، وبيناقش معهم المقترحات الخاصة بعودة النشاط، وكمان بيصرفوا ليهم شيكات دعم لأندية القسم الثاني والثالث والرابع. القسم الثاني 70,000 جنيه، القسم الثالث 50,000، والرابع 30,000. ويعني الحديث في بعض الجوانب وفيما يتعلق كمان باللائحة الخاصة بالاتحاد خلال الفترة القادمة والمفروض هيتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية لما يبقى في فرصة طبعا لعقد هذه الجمعية. عايز أروح بقى لأخبار كورونا، بعض الأخبار وآخر المستجدات اللي بتتعلق بفيروس كورونا حول العالم، وكمان عندنا بعض الأخبار بتتعلق بالصفقات في أوروبا تحديدا. فخلينا نبتدي بوزارة الرياضة واللي بتدعم جيش مصر الأبيض على بوابات استاد القاهرة، وزي ما حضراتكم شايفين الصورة كده يعني هم كاتبين أو حاطين صورة للممرضين والأطباء وكاتبين كمان بعض العبارات يعني اللي هي احمي نفسك احمي بلدك شكرا جيش مصر الأبيض، ودي لفتة جيدة جدا جدا. طبعا اللفتة دي موجودة على استاد القاهرة الدولي أكبر استادات في مصر، وده أمر غاية في الأهمية، وأكيد كل التحية كل التحية والتقدير طبعا ده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمسؤولين كمان عن استاد القاهرة وبعض النجوم الرياضيين يعني.
فكل التحية وكل الشكر والدعم لجيش مصر الأبيض على المجهود الكبير والعظيم اللي بيقوموا بيه في محاربة فيروس كورونا. هم في الصفوف الأمامية في هذه الحرب، فهم اللي بيستقبلوا كل شيء سواء سلبي أو إيجابي. فربنا يا رب يوفقهم في مواجهة هذا الفيروس وهذا العدو اللي على العالم كله يعني في الحقيقة. وإن شاء الله بإذن الله خلال فترة قادمة بإذن الله ما تكونش كبيرة يقدروا ان هم ينجحوا في هذه الحرب الشرسه والقويه. كمان الكاف يدرس استئناف دوري الابطال في اكتوبر المقبل. وفي الحقيقه طارق البشماوي عضو المكتب التنفيذي للكاف يعني ليه بعض التصريحات انا مستغربها شويه. يعني الراجل قال لك ايه، ليه تصريحات في صحيفه لو بريزيان الفرنسيه وقال ان احنا محتاجين 6 شهور لعوده البطولات القاريه للساحه. انا شايف ان ده تصريح غير موفق لو هو تصريح حقيقي. يعني 6 شهور ليه؟ يعني في الوقت اللي انت هو كمان ربط التصريح ده بايه؟ قال لك اصل الفيفا وانفنتينو هم قالوا كده. في المقابل انفنتينو عارف ان مثلا تم تحديد مثلا ايه، يعني خليني على ما اتذكر، يعني تم تحديد يوم 26 و29 كمواعيد لنهائي اليوروبا ليج والتشامبيونز ليج في اوروبا 26 و29 ايه؟ اغسطس. يا رب بس اكون بقول المعلومه صح، يا ريت يا جماعه تفكروا، اعتقد يعني كده. فده دي مواعيد اتحددت من قبل الاتحاد الاوروبي لكره القدم. قال لك يا جماعه، قال الانديه المشاركه في الادوار النهائيه في البطوله، يعني احنا دلوقتي حددنا ميعادين، سواء لليوروبا ليج ده هيكون يوم 26 اغسطس وللتشامبيونز ليج هيكون يوم 29 اغسطس كمباريات نهائيه، النهائي يعني بتاع كل بطوله، مع وضع بعض المقترحات لكيفيه استكمال البطوله حتى لو هتقام بشكل دوره مجمعه او كلام من ده، بس الدنيا تخلص وموسم ينتهي بالتحديد في البطولات الاوروبيه بخلاف المسابقات المحليه لكل دوله اوروبيه يعني. فده ضد ده، يعني الكلام هنا معاكس للواقع اللي بيحصل في اوروبا. يعني مش عارف الراجل في الحقيقه طارق بشماوي ده تسرع في تصريحاته وهي تصريحات غير منطقيه شويه ولا ايه، يعني الله اعلم. لكن في كل الاحوال هو الراجل قال ان احنا محتاجين 6 شهور عشان تعودوا البطولات القاريه للساحه. لو 6 شهور يبقى كده اعتقد هيبقى في صعوبه لاستكمال البطولات القاريه اصلا. يعني انت دلوقتي عندك مثلا الاهلي والزمالك في نص نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وعندك بيراميدز في نص نهائي الكونفدراليه، فكده ممكن بنسبه ما يتم الغاء البطوله، ما اعرفش. لكن في كل الاحوال دي تصريحات طارق بشماوي وعضو المكتب التنفيذي للكاف، وانا اشك في هذه التصريحات او اشك يعني حتى لو هي تصريحات صحيحه هو مش موفق يعني فيها. خلينا نروح لخبر اخر، وان الاتحاد الاوروبي يتجه لالغاء تقنيه الفار في دوري الابطال. كان في كلام بخصوص هذا الاتجاه من فتره، يعني من حوالي 3 اسابيع، لكن كانش فيه كلام جدي جدا. يعني هو دلوقتي بيقول لك احنا خلاص يا جماعه لو هنستعيد او هنرجع المسابقات تستكمل وتحديد المسابقات الاوروبيه يعني، فاحنا هنلغي تقنيه الفار. ليه السبب؟ قال لك عشان احنا عندنا غرفه تقنيه الفار بيبقى فيها اكتر من حكم في غرفه صغيره، فبالتالي ده ممكن يكون بسبب كده عرضه للتعرض للفيروس، عرضه للفيروس يعني، ممكن لا قدر الله حد فيهم يجي له فيروس كورونا او حاجه، فاحنا عايزين نتجنب كل هذه الامور، يبقى تجمعات في مكان مغلق او كلام من ده مش هينفع. فالاتجاه الاقرب هيكون الغاء تقنيه الفار يعني والاكتفاء بحكام الملعب. طيب بعض التقارير كمان في الحكومه البريطانيه او من الحكومه البريطانيه بتقول ان خلاص بيطلبوا ببس الدوري الانجليزي مجانا. ايه السبب؟ ان انت لما تيجي ترجع الدوري الانجليزي او المسابقه، فجماعه احنا هنذيع المسابقه بشكل مجاني خلاص، مش هينفع. ده اتجاه برضو يعني، مش عايز اقول قرار رسمي لحد دلوقتي، لكن هو اتجاه. السبب ايه؟ قال لك لان طبعا الدوري الانجليزي مشفر حتى هناك في انجلترا يعني، فلو هو مشفر فبالتالي في بعض الناس غير قادره على دفع الاشتراك عشان تتفرج على ماتشات، واحنا عارفين بقى متعه الدوري الانجليزي والناس كلها بتبقى نفسها تتفرج على الدوري الانجليزي. فقال لك ايه، لا احنا هنخلي الماتشات دي مجانا، لان لو فضلت مشفره فهتلاقي مثلا فلان راح لفلان مشترك عشان يتفرج معاه على الماتش، ومش بس واحد، ده ممكن تلاقي بقى استاد مصغر في بيت حد من المشجعين يعني، فانت بتخليهم عرضه كمان للفيروس. فبالتالي انت عايز تتجنب كل هذه. بصراحه الناس بتعمل حساب لكل كبير وصغير، بيحاولوا ودي ميزه يعني، شرف المحاوله ده اهم شيء. انت تحاول وتعمل اللي عليك، هما بيفكروا في مقترحات، بيفكروا في كل كبيره وصغيره، عشان لو هيعود الدوري الانجليزي بشكل طبيعي فالدنيا تبقى مؤمنه يعني بنسبه ما طبعا.
الموضوع صعب وخطر شويه، لكن انت بنسبه ما هتحاول ان انت تواجه الازمه وتشوف حلول مميزه ليها تقدر من خلالها تستعيد وتستكمل المسابقه المحليه. فدي بعض التقارير الخارجه من الحكومه البريطانيه او تقارير من الصحافه البريطانيه، وبتتكلم على اتجاهات الحكومه يعني هناك بخصوص بث الدوري الانجليزي بشكل مجاني عشان ما يبقاش فيه تجمعات للمشاهده. طيب خلينا بقى نقول بعض الاخبار المبشره شويه بخصوص استئناف الدوريات، وخلينا نبتدي بالبوندوزليجا طبعا الدوري الالماني. الناس هناك عملوا ايه؟ الناس عملوا لجنه لمواجهه الازمه الحاليه هناك، يعني رابطه الانديه المحترفه في المانيا، طبعا في روابط انديه محترفه في العالم كله ما عدا مصر، بقى لنا 20 سنه بنقول عايزين نعمل رابطه بس ما بتتعملش، انا مش عارف ليه الصراحه، السبب ايه انا مش عارف، لكن في كل الاحوال يعني الناس عملوا لجنه لدراسه الموقف ولايجاد بعض الحلول لمواجهه الازمه. فقال لك اللجنه دي جهزت وثيقه من 50 صفحه، فريق العمل المكلف في اللجنه دي هو جهز وثيقه، وثيقة بتتمثل في ايه؟ الكلام اللي فيها بتتضمن الاجراءات المقرر اتخاذها لاقامه المباريات بدون جمهور على مستوى منافسات الدرجه دوريات او دوري الدرجات الاولى والثانيه والثالثه لفئات الرجال، وكذلك كاس المانيا والدوري الالماني للسيدات، وده في ظل طبعا ازمه وباء فيروس كورونا المستجد. فقال لك احنا جاهزين يا جماعه، طبعا مش بنسبه 100% هنتجنب الفيروس، في نسبه للخطر او نسبه للتعرض البعض للفيروس، لكن هي نسبة مقبولة، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، لكن هي نسبة مقبولة. فاحنا بنشتغل على الكلام ده، بنعمل كل إجراءاتنا الوقائية، هنجهز ونعقم الملاعب الفنادق الكلام من ده عشان الدنيا تمشي بشكل جيد ونقدر نستعيد المسابقات يعني. فدي أمور برضو من ضمن الأمور المهمة وللناس بتتكلم فيها في الدوري الألماني. قال لك في ظل مخاطر مقبولة طبيا، يعني طبيا يعني انت ممكن تكون حد عنده انفلونزا طبعا مع فرق المرض، انا بصراحه مش دكتور فمش عارف، فيروس كورونا اكيد اقوى طبعا طالما هو مميت دلوقتي، او هو اقوى عشان ما فيش دواء ليه يعني، فبالتالي انت هتحاول تتجنبه، ففي مخاطر بتبقى طبيه، ففي مخاطر مقبوله ومخاطر غير مقبوله. فقال لك احنا مجهزين المخاطر المقبوله لاستئناف النشاط في المانيا، ونتمنى باذن الله في اسرع وقت النشاط يعود في كل انحاء العالم، لان بصراحه الوضع صعب على كل العاملين اكيد في مجال الرياضه بشكل عام في العالم كله، وبعض كمان المجالات الاخرى الخاصه ببعض العاملين اللي موجودين في هذه المجالات، فاكيد بيتاثروا بشكل كبير. الدول كلها متاثره بصراحه اقتصاديا، الناس كلها متاثره، فلازم نشوف حلول لمواجهه الازمه، لازم نشوف حلول لعوده الحياه بشكل طبيعي تحت عنوان صحة الفرد أهم من أي شيء، ده أمر مفروغ منه، لكن أيضا إحنا في انتظار كمان دواء يكون يشفي من هذا المرض يعني أو هذا الفيروس، فهنشوف خلال الفترة الجاية. كمان في السويد الناس بيعتزموا بدء فعاليات الموسم الكروي في منتصف مايو، الناس كمان بتجهز نفسها هناك، بتقول لك إيه في 32 عضو في رابطة الدوري السويدي، ال 32 عضو كلهم متفقين عفوا متفقين زي ايطاليا كده من كام يوم، ايطاليا يوم الثلاث تقريبا يعني قالوا لك ايه احنا اجتمعنا يا جماعه وكلنا ال 20 نادي في الدوري الايطالي متفقين على عوده المسابقه. يعني ايه ما حدش فيهم قال لك اصل انا ههبط فبلاش نرجع الدوري فالغوه بقى احسن، وقعد يقول لك اصل الفيروس ومش عارف ايه، ما حدش فيهم جه قال لك لا ان هو فرصه للمنافسه على الدوري صعبه شويه السنه دي، فقال لك لا لازم الدوري يتلغي احسن وكلام، لا هم بيفكروا في المصلحه العامه، ده اهم شيء بالنسبه لهم، المصلحه العامه بتقول ان الدوري يستكمل، الموسم يستكمل في ايطاليا. فايطاليا وفي نفس الطريق كمان السويد بيفكروا بنفس الطريقه والناس كلها متفقه على كده، وقال ان هم حاطين ميعاد مبدئي والانديه بترغب فيه وهو 14 يونيو المقبل كعوده للنشاط 14/6، واكيد هتبقى الفتره اللي فاتت او الفتره الحاليه واللي جايه لحد الميعاد ده هيكون في تدريبات يعني بالنسبه للاعبين لتجهيزهم لاستئناف النشاط، وده امر مهم جدا يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر من بلجيكا، وان هي بتؤجل حسم قرار النهائي بشان مستقبل الدوري. احنا عارفين ان بلجيكا الاتحاد البلجيكي تحديدا كان اعلن قال لك يا جماعه احنا خلاص كده ايه مش نستكمل الدوري خلاص وبنلغي البطوله، وكلوب بروج البلجيكي هو متصدر الدوري لحد ايقاف النشاط فهو البطل خلاص. فجه الاتحاد الاوروبي قال لك لا يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش،
احنا كده مش هنعمل حساباتكم في البطولات الاوروبيه السنه الجايه، مفيش حاجه اسمها ان انت تلغي الدوري وكلام من ده، احنا ماشيين كلنا مع بعض واحده واحده كده لغايه لما نشوف الظروف هتودينا لحد فين. فبالتالي هم رجعوا في القرار، لكن بيدرسوا دلوقتي في اجتماع مهم جدا بكره هناك، في كان المفروض يبقى الجمعه اللي هو بكره، لكن يتاجل الاسبوع المقبل الاجتماع ده عشان يتم اتخاذ القرار النهائي بشان الغاء الموسم الحالي في الدوري البلجيكي. وده اجتماع للسلطات كره القدم البلجيكيه، وهيشوفوا القرار النهائي هيكون ايه. لكن دايما اخر قرار يا جماعه هو قرار الغاء المسابقه او الغاء الموسم، يعني ده اخر حاجه او اخر اقتراح ممكن يكون بيفكر فيه الكل بره مصر. وكمان عشان ابقى برضو واضح مع حضراتكم وصريح، لا بصراحه المسؤولين عن الكوره في مصر هنا حاطين برضو الاقتراح ده في الاخر. في بعض الانديه بتقول لك لا لازم نلغي ولازم مش عارف ايه، دي رغبات شخصيه بالنسبه لهم او رغبات خاصه بظروفهم في مسابقه الدوري. لكن المسؤولين عن الكوره في مصر قال لك لا يا جماعه احنا برضو مقترح من ضمن المقترحات، موضوع الغاء الدوري هيبقى موجود، لكن لو وصلنا لميعاد محدد يصعب فيه استكمال البطوله فيتم اتخاذ هذا القرار، لكن ما فيش تسرع في القرار ده، وده امر مهم جدا. خبر مبشر جدا من كوريا الجنوبيه، وان الناس خلاص هناك بيسمحوا للانديه باقامه المباريات التحضيريه للموسم الجديد بدون حضور جماهيري، وده اللي اعلن عنه اتحاد كوريا الجنوبيه لكره القدم، السماح للانديه بخوض المباريات التحضيريه على ان تقام المواجهات دون حضور جماهيري استعدادا للموسم الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا. ويعني بيحطوا البرنامج الخاص ببطوله الدوري، الناس تشتغل بشكل طبيعي جدا، ولكن حاطين بعض الاعتبارات ما بقاش فيه مصافحه خالص بين اللاعبين او مصافحه مع الحكام قبل المباراه او بعد المباراه، والكلام اللي احنا كنا متعودين عليه في العالم كله خلال ما قبل كورونا يعني. لكن ده ايضا من ضمن الاخبار المبشره. خبر حزين شويه وهو يتعلق بكريستال بالاس الانجليزي، واللي اعلن النهارده وفاه احد افراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا عن عمر يناهز 53 عام، وهم يعني كتبوا في البيان ان هو فشل في مواجهه الفيروس. فهو اللي طبعا موجود في الصوره ده المنور او يعني المعمول عليه الاخضر، هو لابس البتاع اخضر. فبالتالي ربنا يا رب يرحمه، يعني احد افراد الطاقم الطبي توفى عن عمر يناهز 53 عاما، ربنا يسلم الكل باذن الله وفتره وتعدي. دي كانت بعض الاخبار تتعلق وبتخص كورونا واخر المستجدات على مستوى العالم. لكن سوق الانتقالات، او مفيش انتقالات او مفيش سوق دلوقتي، لكن الكلام عن الانتقالات على طول مشتعل على مدار السنه، بقى مش في مصر بس بالمناسبه، يعني في العالم كله، كله دلوقتي بيجهز نفسه. المسابقه واقفه وكل حاجه، لكن انا بحضر نفسي بشكل او باخر، اشوف ايه اللي ناقصني في فرقتي، ادعم ازاي، اجيب مين، امشي مين، الكلام من ده. فالناس شغاله في اوروبا يعني. فانا عندي بعض الاخبار الخاصه بالانتقالات بالتحديد. نبتدي بانجلترا، وارسنال بيتفاوضوا مع لاعب مهم جدا جدا بصراحه، وهو توماس بارتي اللاعب الغاني اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه ده، ولاعب اتلتيكو مدريد يعني. لاعب مميز جدا في وسط الملعب، بيجيد الجوانب الدفاعيه والهجوميه وحاجه ما شاء الله يعني. لاعب مميز، والناس كتير جدا بترغب في التعاقد مع هذا اللاعب ابرزهم ارسنال. هم سالوا والد اللاعب يعني في غانا، قالوا له يعني انت دلوقتي احنا سامعين ان ارسنال بيتفاوضوا مع توماس بارتي، فقال لهم يا جماعه انا بصراحه كنت فاكرها اشاعات، فلما سالت ابني قال لي ارسنال بيتفاوضوا معايا وعندهم رغبه قويه جدا في الانضمام لصفوفهم، فبالتالي لسه هم في مرحله المفاوضات ولسه بيدرسوا الوضع والمفاوضات هتكلل بالنجاح ولا لا، بخصوص كمان التفاوض مع اداره اتلتيكو مدريد. وانا اعتقد الموضوع هيبقى فيه صعوبه شويه، لان توماس بارتي احد الركائز الاساسيه في تشكيله سيميوني طبعا المدير الفني لاتلتيكو مدريد، لكن هو في تواصل دائم مع اللاعب ووكيله. طيب عارفين ان احنا عارفين طبعا ان كوتينيو لاعب ليفربول السابق او الاسبق ولاعب بايرن الحالي والمعار من برشلونه الاسباني، يعني في بند في العقد ما بين بايرن وبرشلونه، بند الشراء يعني، عايز اشتري اللعيبه اشتريه. بايرن مش واضح خالص ان هم عايزين يفعلوا البند ده ويشتروا اللاعب، فبالتالي اللاعب هيرجع على برشلونه، فعنده بعض العروض كمان من انجلترا ابرزهم تشيلسي. تشيلسي عايزين يتعاقدوا مع كوتينيو، لكن في نفس الوقت الموضوع فيه عائق وحيد وهو خاص بايه؟ بالتاثر الاقتصادي الكبير اللي بتعرض ليه كل انديه البريمير ليج، مش هم بس العالم كله، لكن هيبقى فيه صعوبه في التعاقد مع اللاعب. اكيد برضو برشلونه هتطلب رقم منطقي طبقا للظروف الحاليه، لكن في نفس الوقت النادي اقتصاديا اللي هو نادي تشيلسي او اي نادي في انجلترا اقتصاديا خلاص الموضوع بقى صعب بالنسبه له شويه، فده ممكن يكون العائق الوحيد في انتقال
كوتينيو لتشيلسي الانجليزي على حد لو حتى كمان على سبيل الاعاره، يعني في موضوع لسه فيه صعوبه ولسه في بعض الجوانب، لكن هم اتفقوا بشكل كبير جدا تشيلسي وكوتينيو على البنود الشخصيه الخاصه باللاعب يعني. طيب ريال مدريد كمان بيفكروا في لاعب مهم جدا وهو فابيان رويس، لاعب نابولي، لاعب متوسط الميدان، لاعب نص ملعب مميز جدا جدا. فريال مدريد بيفكروا في ايه؟ ان احنا يا جماعه ندخل يوفيتش اللاعب الصربي في الهجوم، واللي ما تالقش اطلاقا، كان موجود في انتراكت فرانكفورت السنه اللي فاتت على ما اتذكر في المانيا، وكان مهاجم كويس قوي. جه ريال مدريد حتى لما شارك ما اداش بالشكل المطلوب يعني، ما انسجمش حتى الان. فزيدان عنده اتجاه انه ممكن يدخل يوفيتش في فابيان رويز لاعب نابولي، وهو لاعب مهم جدا وعنده عروض اخرى كمان فابيان رويز طبعا من بعض الانديه في ابرزهم طبعا مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي وكلام من ده، لكن لسه برضو ده اتجاه من ضمن الاتجاهات. في المقابل نابولي حاطين 70 مليون جنيه استرليني فابيان رويز عشان في حاله لو حد عايز يتعاقد مع هذا اللاعب المميز لاعب نابولي الايطالي. من ضمن كمان الاخبار بروزوفيتش لاعب انتر ميلان يجذب اهتمام كبار اوروبا، ريال مدريد، برشلونه، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، دي انديه بترغب في التعاقد مع اللاعب الكرواتي لاعب وسط الملعب في انتر ميلان، وفي اهتمام كبير جدا خصوصا ان هو لاعب مميز واضافه بكل تاكيد لاي فريق هيتم التعاقد معه، وعامل موسم جيد مع انتر ميلان الايطالي هذا الموسم قبل توقف النشاط. اخر خبر معايا وهو خاص بفالنسيا الاسباني واللي بيسعى لاستعاده سيلفا من مانشستر سيتي. ديفيد سيلفا طبعا احد اللاعبين المميزين جدا في تاريخ كمان مانشستر سيتي، لان هو من ساعه ما ساب فالنسيا راح على السيتي حقق معاهم بطولات كتير جدا بالتحديد بطولات محليه يعني، ما خدوش بطولات اوروبيه، لكن لاعب عنده 34 سنه وعقده بيخلص مع مانشستر سيتي هذا الموسم ومفيش نيه لتجديد العقد. هو خلاص اللاعب كمان قبل انطلاق هذا الموسم قال واعلن ان الموسم ده هو الاخير بالنسبه له مع مانشستر سيتي. ففالنسيا بتواصلوا مع اللاعب بخصوص امكانيه عودته لصفوف الفريق بدايه الموسم المقبل في صفقه انتقال حر. ده فيما يتعلق باخر الاخبار والمستجدات بخصوص التعاقدات على مستوى اوروبا تحديدا. طيب لسه عندنا فقره مهمه جدا من فقرات كلام في الميديا، وهي بتتعلق باهم ما كتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده، نروح نشوف. المصري اليوم: مجلس الاهلي يرفض تخفيض رواتب لاعبيه، البحث عن حلول لتنميه الموارد، وبايلر يرفع الحمل التدريبي خلال رمضان. الاخبار المسائي: الدفاتر القديمه موليكا يعود لحسابات الاهلي وطرق مبتكره لتنميه الموارد الماليه. الوفد: انفراجه في قبول العضويات الجديده، الاهلي يحل ازمه المستحقات بالجدوله ويرفض تخفيض رواتب لاعبيه. سان داونز يفسد صفقه سيرينو، وبايدر يحسم ملف خليفه رمضان صبحي. والدستور: علي معلول اتدرب مع معدي لياقه في الاسكندريه. طيب تعالوا نبتدي بالمصري اليوم وبيتكلموا عن النادي الاهلي النهارده، قالوا ايه؟ قالوا ان مجلس الاهلي يرفض تخفيض رواتب لاعبيه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه واشرنا اليه، ويعني يعني خبر من اول امبارح، لكن في نفس الوقت كان لازم ان احنا نشيد بهذا القرار من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، لان ده ما كانش حد يتوقعه اطلاقا يعني. لكن اللي عاجبني زي ما قلت لحضرتك هو الدراسه، دراسه الوضع، هل انا اقدر ولا ما اقدرش؟ قدرت فانا هفعل اللي اقدر عليه، ما قدرتش في فتره معينه فهاخد قرار بشكل مختلف، بس هحاول بقدر المستطاع برضو ان انا ايه يعني ما مسش او ما قربش من رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين تحديدا، كمان موضوع الموظفين مش البحث عن حلول لتنميه الموارد. ده برضو هنا للتفكير يعني، الناس بتفكر في النادي الاهلي، اه الموارد دلوقتي فيش اي موارد ولا اي فلوس بتخش النادي، فانا احل الموضوع ده ازاي؟ اخلق موارد، اعمل اي حاجه تجيب لي فلوس تقدر تساعد النادي في الأزمة الحالية اللي احنا بنمر بيها. وده ملف محل دراسة من قبل المسؤولين في النادي الأهلي وبعض اللجان. فايلر كمان يرفض الحصول أو يرفع عفوا يرفع الحمل التدريبي خلال رمضان. وفي برنامج معمول لكل اللاعبين في النادي الأهلي بيقدوه في البيوت أو في أي حديقة تكون قريبة أو في منازلهم يعني،
برامج مختلفه بيتم التواصل عن طريق الواتساب، فبالتالي انت بتحط اللعيبه برامج بيتنفذها وبيحاولوا بقدر المستطاع ان هم بنسبه ما يعني يحافظوا على لياقتهم البدنيه، وفي متابعه مستمره من قبل الجهاز الفني للاعبين خلال هذه المرحله الصعبه جدا على الجميع. طيب خلينا نروح لخبر اخر من الاخبار المسائي، وبيتكلموا على الدفاتر القديمه، موليكا يعود لحسابات الاهلي وطرق مبتكره لتنميه الموارد الماليه. موضوع الطرق المبتكره ده اتكلمنا فيه خلاص. موضوع موليكا بقى بصراحه هو لعيب جامد قوي، يعني انا عن نفسي بصراحه اتمنى موليكا يجي الاهلي يعني. لكن طبعا الموضوع بيبقى عباره عن مفاوضات، عباره عن رغبات، ممكن اللاعب يكون بيرغب في انضمام الاهلي بس النادي ما يرغبش، ده طبيعي في اي، مش بتكلم بقى على موليكا بس، يعني اي حاله من حالات التفاوض يعني. لكن في كل الاحوال انا ما اعتقدش ان في الصوره ده موليكا، يعني هو ممكن يكون لعيب تاني في مازيمبي بس مش ده موليكا، احنا عارفين شكله. لكن في كل الاحوال هو بيتكلموا عن العوده للدفاتر القديمه للاعبين كمرشحين للنادي الاهلي، ربما يكون موليكا ضمن حسابات النادي الاهلي، الله اعلم، ما فيش اي شيء رسمي حتى الان، خصوصا ان الفتره الحاليه التفاوض الرسمي صعب شويه، أو ممكن تجس نبض ممكن كلام من ده، لكن كتفاوض رسمي وخطوات رسميه لا ما تتخذش في الفتره الحاليه، ما حدش عارف ايه اللي هيحصل يعني. لكن في كل الاحوال يعني عندنا جهاز فني محترم، عندنا ناس بتعرف تشتغل في الملفات دي كويس جدا في النادي الاهلي بعد او بتكليف من الجهاز الفني ولجنه التخطيط للكره، وبتحاول ان انت تدعم صفوف فريقك، وده طبيعي جدا. النادي الاهلي هيجيب صفقات، طبعا هيجيب صفقات مش عدد كبير طبعا، لكن في نفس الوقت هتبقى صفقات مؤثره في صفوف الفريق، تدعم تقدر تضيف بعض الجوانب الفنيه ممكن يكون بيفتقدها مستر ريني فايلر من وجهه نظره، هو اضرب كل شيء، فهياخد قرارات، هيرشح اسماء طبقا لمتابعته، الناس هتتحرك هتحاول ان هي تلبي له طلباته بكل ما بكل قوه موجوده عند المسؤولين في النادي الاهلي، كل ما اتوا من قوه هيقدروا يشتغلوا، هيقدروا يعملوا ويلبوا طلبات المدير الفني. في ظروف ممكن تقابلك فتفشل مثلا في ان انت تجيب صفقه هو بيتمناها، لكن في كل الاحوال اكيد في لسته مكونه من بعض اللاعبين في بعض المراكز اللي محتاجها المدير الفني، هم بيشتغلوا عليها خلال الفتره الحاليه او هيشتغلوا عليها خلال الفتره المقبله كمان. ده فيما يتعلق بموليكا. تعالوا نروح لخبر اخر من الوفد، بيتكلموا على ان في انفراجه في قبول العضويات الجديده. احنا عارفين النادي الاهلي كان عمل موضوع العضويات ده، قال لك لحد 1/4 في الاول، يعني ان اللي عايز يشترك في النادي الاهلي هيشترك على الاشتراك القديم او هيدفع الرسوم القديمه، بعد 1/4 هيبقى في رسوم جديده وغاليه شويه. فكان النادي الاهلي اتكلم في الموضوع ده، وفي فعلا ناس جت واشتركت في النادي الاهلي بالرسوم القديمه قبل يوم 1/4. احنا دلوقتي في ظروف يعني صعبه شويه بسبب كورونا، فمفيش حد بيروح النادي، الدنيا واقفه شويه، فبالتالي قال لك احنا هنعمل تطبيق الاهلي ابلكيشن كده على الموبايل تقدر تشترك من خلاله، تقدر تدفع الاشتراكات، تقدر تشترك في النادي الاهلي اصلا، تقدر تجدد عضويتك، تعمل بعض الامور. وده كان تطبيق اعلن عنه النادي الاهلي من شهور فاتت، يعني اعتقد يعني قريب من سنه من دلوقتي سابقه كان اعلن النادي الاهلي على التطبيق ده، وده امر مهم، من خلاله تقدر تدفع رسوم وتقدر تعمل كل حاجه وتشترك. طبعا وزاره الشباب والرياضه كانت وافقت النادي الاهلي على التمديد الفتره دي بدل ما هي تخلص 1/4 اللي هو خاصة بالرسوم الجديدة والفلوس اللي بتدفع يعني بالنسبة للأعضاء اللي حابين أو الأفراد أو جماهير النادي الأهلي اللي حابة تبقى أعضاء في النادي الأهلي، سواء بقى عضو شامل أو حتى عضو لفرع التجمع أو الشيخ زايد أو كلام من ده. فتم تمديد المدة من بدل ما هي تنتهي 1/4 تنتهي بعد 3 شهور، يعني في 1/7 لو أنا حاسب صح كده، الحساب صعب عندي شوية يعني. في كل الأحوال خطوه جيده، وبعد التنسيق طبعا مع وزاره الشباب والرياضه، والناس اللي دلوقتي اللي حابب يشترك في النادي الاهلي او حابب يبقى عضو في النادي الاهلي يقدر من خلال الابلكيشن ده ان هو يكتب الاستمارات بتاعته يملاها وكمان يدفع الرسوم الخاصه بالعضويه، وده امر مهم ومميز جدا من قبل النادي الاهلي. ودايما الناس بتفكر، انا احب قوي اللي يفكر، مش اسلم للي احنا فيه دلوقتي وما فيش موارد والظروف صعبه والدنيا. الظروف صعب، الموضوع صعب على الكل، لكن انا شغل دماغي افكر اشوف حل، اشوف حاجه تقدر تجيب لي فلوس تساعدني في مواجهه الازمه دي، تساعدني في مرتب مثلا رواتب الموظفين الكلام من ده. فدي جزئيه مهمه جدا بيتميز بيها المسؤولين في النادي الاهلي، واكيد في بعض الانديه الاخرى ممكن بتفكر في الاتجاه ده، اكيد نتمنى كل التوفيق في المرحله الصعبه الحاليه. الاهلي كمان يحل ازمه المستحقات بالجدوله، وده اتكلمنا فيه، ويرفض تخفيض رواتب لاعبيه، ده ايضا اتكلمنا فيه في بدايه الحلقه. موضوع بقى سيرينو، صن داونز يفسد صفقه سيرينو. سيرينو لاعب اوروجواني مميز جدا طبعا، كلنا تابعناه، رقم 10، ولاعيب كان عاجبنا كلنا بصراحه في ماتشين صن داونز، وكمان السنه اللي فاتت كان مميز جدا مع الفريق.
ففي نفس الوقت كان امير توفيق ليه بعض التصريحات قال لك احنا مهتمين بسيرينو لعيب كويس وكلام من ده يعني. لكن في نفس الوقت مسؤولي صن داونز قالوا لك ان احنا ما عندناش اي رغبه في التفريط في اللاعب، لعيب محوري ومهم جدا بالنسبه لنا، فموضوع سيرينو بالنسبه لنا مش هنبيعه يعني، ده اخر القرارات بالنسبه لهم يعني. لكن في نفس الوقت الاهلي هيشتغل ازاي؟ الاهلي اكيد عنده بدائل يعني، ممكن سيرينو اصلا ما يكونش البديل رقم واحد او ما يكونش هو الخيار رقم واحد بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي، ممكن يكون خيار رقم اثنين او ثلاثه في مركز ممكن يكون محتاجه المدير الفني. فنجحت المفاوضات ما نجحتش، النادي الاهلي مجهز نفسه لكل الاحتمالات يعني، وده امر مهم. لكن انا اللي يهمني في الموضوع ده هو ان مدير التعاقدات في النادي الاهلي قال لك اه احنا مهتمين باللاعب ولاعيب مهم، واتكلمنا يعني جسنا النبض وكلام من ده. فده بخصوص موضوع سيرينو. كمان فايلر يحسم ملف خليفة رمضان صبحي في حالة رحيل اللاعب، لسه الموضوع خلوا بالكم مش واضح قوي موضوع رمضان صبحي. اه هو اللاعب كان ليه بعض التصريحات التلفزيونية، قال لك ايه؟ قال لك لا انا برغب ان انا احترف في اوروبا يعني، وده طموح بصراحة يعني، عشان بنتكلم بموضوعية. اي لعيب في الدنيا، اي لعيب في الدنيا نفسه يلعب في اوروبا، يشارك في دوري كبير، يشارك في تشامبيونز ليج، يبني لنفسه تاريخ يعني في اوروبا. محمد صلاح دلوقتي مثال لكل اللاعبين يعني، فكل نفسه يحذو حذو محمد صلاح يعني، يمشي يعني في نفس طريق محمد صلاح. فده طموح مشروع يا جماعه لاي لعيب، لكن لحد دلوقتي مفيش قرار نهائي، مفيش عروض مثلا رسميه جت للاعب برضه في ظل الفتره الحاليه الصعبه على الكل. فالكلام بشكل مبكر شويه على موضوع رمضان صبحي هيبان بشكل اكبر لما الازمه دي تعدي على خير. هل اللاعب هيجي له عروض؟ مش هيجي له عروض؟ هتقول لي يعني هو حاطط الاهلي بديل؟ لا طبعا، هي الموضوع متعلق بان انا عندي طموح معين، لا ربنا وفقني فيه اوكي، ما فيش توفيق وما فيش اراده من ربنا في الجزئيه دي في الرغبه بتاعتي، فانا موجود في النادي الاهلي. اللي انا متاكد منه بصراحه ان رمضان مش عايز يلعب تشامبيونشيب خالص في انجلترا يعني، كان زمانه قاعد مع هادرسفيلد يعني، مش عايز يلعب درجه ثانيه. لو استمر هادرسفيلد ما اعتقدش ان هو هيروح، حتى لو طلع هادرسفيلد البريمير ليج ما اعتقدش برضه رمضان هيروح، لان هي فرقه مش قويه، مش اسم كبير في انجلترا يعني. فده التفكير ممكن اللي بيفكر فيه رمضان، لكن كل هذه الامور سابقه لاوانها يعني. فالاحتمالات لسه قائمه، سواء ببقاء رمضان وشراء النادي الاهلي لعقده من هدرسفيلد او برحيل اللاعب وعودته لاوروبا، ما حدش يقدر يتكهن بالامور دي حتى الان. لكن في حاله رحيل رمضان فانت اكيد هتدور على واحد في المكان ده، لو كمان ممكن ما تدورش. خلي بالك انت عندك كهربا، عندك وليد سليمان، عندك بعض اللاعبين في مركز رمضان صبحي، ومن كلهم طبعا اسماء مميزه، عندك احمد الشيخ، عندك جيرالدو، مش عايز انسى حد يعني، عندك حسين الشحات، في كذا لعيب في المكان ده. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الجزئيه دي تحديدا بناء على قرارات المدير الفني ده. نروح لاخر خبر من الدستور واللي بيتكلموا على علي معلول، تصريح ليه. وبصراحه انا عايز يعني عايز اشيد جدا جدا بحلقه علي معلول مع الكابتن اسامه حسني من اعتقد من اسبوع، يوم الجمعه اللي فاتت، يوم الجمعه اللي فاتت كانت حلقه مميزه جدا، واللاعب اتكلم بشكل ممتاز مع الكابتن اسامه حسني زميلنا في القناه، واللي عمل حوار مميز مع اللاعب. والحوار ده وتصريحات علي معلول حببت جمهور النادي الاهلي في اللاعب، لو هم بيحبوه 100% بقى يحبوه 200%. قمه الاخلاص وكميه الحب اللي في قلبه تجاه النادي الاهلي، حاجه تخليك تتعلق بعلي معلول، تحس ان هو مولود في النادي، تحس ان هو مصري، تحس ان هو من نتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي. ايه الروح دي وايه الحب ده وايه التقدير ده لفريقه للنادي الاهلي؟ قال لك انا عايز ابقى موجود في الاهلي، عايز اختم حياتي في الاهلي، عايز اجدد عقدي في الاهلي، لو عقدي قرب يخلص وهيجددوا لي هجدد، ما فيش مشكله خالص. قال لك حب الناس لا يقدر، يعني تصريحات كتيره جدا تقدر تطلعها من الحوار ده. لكن برضو هنا النهارده الدستور بيتكلموا عن اللاعب، قال لهم ايه؟ قال لهم احنا انا بتمرن، هو كان قال برضو التصريحات دي في القناه عندنا، انا بتمرن مع معد اللياقه في الاسكندريه، هو بيقيم في احدى الفنادق هناك في اسكندريه، وعشان طبعا يعني الظروف الحاليه يعني، فهو بيجهز نفسه برضو تلقى البرامج الموضوع اكيد من الجهاز الفني بخصوص متابعه الحاله البدنيه لكل لاعب. نتمنى له كل التوفيق علي معلول، سواء هو او كل زمايله في الفريق، وكمان للجهاز الفني. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه عندنا اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. يلا الشروق، الاهلي تجديد عقد فايلر شبه منتهي وتوقع الاعلان الرسمي. الوطن سبورت، الاهلي مساندون لحسام عاشور حتى النهايه وننتظر قراره النهائي.
اليوم السابع الأهلي يضاعف عقوبة المشاركة في الدورات الرمضانية رغم تجنيد النشاط. موقع منتدى الهولندي ترول، الأهلي يحصد البطولات لأنه من أكثر الأندية احترافية. 1-3 جلسة جديدة في الأهلي لتحديد مصير نجم الفريق. البوابة سبورت، كريم يحيى أنا رهن إشارة النادي الأهلي. طيب الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي أو باسم النادي الأهلي كان ليه بعض التصريحات بالأمس، وفي الحقيقة تصريحات كلها مهمة. وخلينا نبتدي بالشروق واللي بيتكلموا موقع الشروق، يعني بيتكلم على إن على التصريح ده إن الأهلي بيقول تجديد عقد فايلر شبه منتهي وتوقع الإعلان الرسمي. وبالمناسبة إحنا اتكلمنا معاكم في الجزئية دي من حوالي أكتر من أسبوعين، يعني قلنا ان الرغبه موجوده عند النادي وعند اللاعب وان او عفوا عند المدير الفني يعني فايلر، وان الاثنين عايزين يكملوا المسيره والاثنين عندهم الرغبه في التواجد. المدير الفني النادي عايز المدير الفني والمدير الفني عايز النادي يبقى موجود وهو يبقى موجود مع النادي، فالدنيا ماشيه بشكل جيد يعني من الاخر. وموضوع التجديد ده باذن الله ينتهي قريبا ويتم الاعلان الرسمي زي ما قال كده الاستاذ شريف فؤاد في تصريحاته بالامس. كمان الوطن سبورت ولسه مع تصريحات الاستاذ شريف فؤاد واللي قال ان احنا مساندون لحسام عاشور حتى النهايه وننتظر قرار النهائي. احنا عارفين طبعا قصه حسام عاشور والعروض اللي عرضها النادي الاهلي على اللاعب، لانه شايفين ان المدير الفني ما عندوش رغبه في استمرار حسام عاشور ودي رغبه فنيه فلازم تحترم، فبالتالي تقديرا لمسيره حسام عاشور مع النادي وقيمته الكبيره ففي بعض العروض اللي عرضها النادي على اللاعب. افكر حضراتكم بس يعني اللي بتتمثل في عمل بقناه النادي مثلا او اي دوره تدريبيه سواء في الجانب الفني او الجانب الاداري برضو موجوده بالنسبه له متاحه النادي يتكفل بيها. ماتش اعتزال برضو من ضمن الاقتراحات او من ضمن العروض من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، لكن لسه حسام عاشور ما حسمش موقفه، عنده بعض العروض سواء في مصر او بره مصر. ممكن يكون لاعب نفسه يكمل شويه، لكن في نفس الوقت عروض النادي الاهلي مميزه بالنسبه له، خصوصا ان اكيد والمؤكد يا جماعه ان حسام عاشور حابب ان هو يختم بتيشيرت النادي الاهلي، لكن ممكن يكون ليه حسابات اخرى بالنسبه له الله اعلم بيها يعني. وهو كمان يعرف ظروفه كويس جدا، لكن حتى الان في كل احوال النادي الاهلي لم يتلقى اي قرار نهائي من قبل حسام عاشور. طيب اليوم السابع وبيتكلموا على ان الاهلي يضاعف عقوبه المشاركه في الدورات الرمضانيه رغم تجميد النشاط. وكده كده يعني موضوع الدورات الرمضانيه ما ينفعش خلال الفتره الحاليه، يعني ما ينفعش اكتر من سبب. اول حاجه مفيش لعيب في النادي الاهلي ينفع يلعب دورات رمضانيه، يعني الموضوع ده مفروغ منه يعني. تاني حاجه انت معرض للاصابه لا قدر الله بفيروس كورونا، ده الناس كلها بقى مش لعيبه النادي الاهلي بس، يعني الناس كلها ما فيش دورات رمضانيه في الظروف اللي احنا فيها دي، مفيش اصلا مباريات خماسيه بتتلعب لاي حد في الدنيا هنا في مصر يعني تحديدا كمان. ففي عقوبه هتبقى مغلظه لو حد لعب يعني في البطولات الرمضانيه. وبالمناسبه الموضوع ما استخباش يعني يا جماعه، اكيد لعيبه النادي الاهلي عندهم درايه كبيره جدا بمصلحتهم يعني، بخلاف كمان انه ممكن يكون عرضه لاصابات وكلام من ده، الموضوع ده يعني مش محتاج يعني. خلينا نروح لتصريح لرود كرول المدير الفني الهولندي بموقع مبتدا واللي قال ان الاهلي يحصد البطولات لانه من اكثر الانديه احترافيه. انا عاجبني خلال الكام يوم اللي فاتوا كده بعض المدربين وبعض اللاعبين بيدوا النادي الاهلي حقه، عكس الاسبوع اللي قبل يعني اللي فات ده الناس كلها كانت طالعه في اتجاه واحد ضد الاهلي في اتجاه واحد لكواليس سابقه مش عارف الاهلي عمل ايه كلام من ده. لكن هو الراجل تصريحه موضوعي جدا ومنطقي جدا. الاهلي ليه بياخد الدوري؟ ليه بيحقق البطولات وكلام؟ عشان بيشتغل باحترافيه. وهنا برضو عشان تبقى رساله للناس اللي بتنتقد شويه قرارات النادي بخصوص مثلا حسام عاشور او قرارات شبيهه لكده، فده كان بيبقى بسبب ايه؟ بسبب ان انا بشتغل باحترافيه. الاحترافيه بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في ان المدير الفني عايش انا بلبهوله، وده اللي بيقود في النهايه ان انا لما بحقق رغبات المدير الفني فهو بيبقى عارف هو بيشتغل ازاي، الطريقه اللي هو ماشي بيها، فبيقدر يجيب لي الناتج اللي انا مستنيه يعني. فهو طبعا النادي الاهلي دايما بيمتاز بالجزئيه دي. اخر خبر سريع هعلق عليه او اخر خبرين بسرعه جدا. 1-3 بيقول لك جلسه جديده في الاهلي لتحديد مصير نجم الفريق رمضان صبحي، وده من المقرر عقده جلسه مقرر عقدها خلال الفتره الجايه. اكيد هتبقى في جلسه
عشان يتم الاستقرار بشكل نهائي؟ انا اتفاوض ولا ما اتفاوضش؟ رغبتك ايه النهائيه؟ كلام من ده، في ايه العروض كلام من ده، وده بيبقى كلام مهم. كريم يحيى كمان بوابه سبورت قال انا راح اشاره النادي الاهلي، هو لاعب معار لسموحه ولاعب مميز جدا في مركز الظهير الايمن. دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في المواقع. عندي اخبار اخرى محليه لكن هناقشها مع ضيفي العزيز الاستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير بعد هذا الفاصل السريع، استنونا. بينورني ويشرفني في الاستوديو في هذه اللحظات الاستاذ والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد الاوسي. استاذ اوسي اهلا بك ورمضان كريم، كل سنه وانت طيب. اهلا بك يا استاذ امير، والله اكرم، خلص التهاني والتباريك بشهر رمضان المعظم ليك ولكل الساده المشاهدين، يا رب يكون شهر كريم وشهر مبارك لينا جميعا ان شاء الله، وشهر خير كلنا باذن الله. ربنا ان شاء الله خلال هذا الشهر العظيم المبارك ربنا يخلصنا من الوباء اللي احنا فيه من الغمة، ربنا يحفظ مصر والمصريين وكل الدول العربية والإسلامية وينجي العالم كله من هذه الجائحة التي تجتاح العالم وتركت آثار كبيرة جدا. أعتقد آثارها هتغير العالم، العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا. مؤكد أن هناك تغييرات كبيرة استشهدها الكرة الأرضية، يعني دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى أن كلنا نستفيد من الدرس ده، واللي مش هتغير بعد كورونا دي اعتقد يبقى الامل في تغييره صعب جدا، سواء على مستوى الدول او على مستوى الافراد او على مستوى المؤسسات او على مستوى الهيئات. لابد ان يكون في تخطيط كامل لكل حاجه. يعني كورونا دي هتغير العالم وهنشوف لها تغييرات حتى على الوسط الرياضي اللي احنا هنتكلم فيه في مجالنا في تخصصنا. مؤكد ان كره القدم هتختلف تماما بعديها، النواحي الاقتصاديه هتختلف تماما، اجور اللاعبين، الرواتب، الدنيا هتختلف تماما تماما تماما. ده امر حتمي على الجميع، ده امر حتمي على العالم، ليس فقط لاثار اقتصاديه ولكن لان الرؤى يعني هتتجه الى اشخاص اخرين. يعني كان لعيبه الكوره ونجوم الكوره والمدربين اسعارهم خياليه. بص، الناس عندنا دلوقتي في المجتمع زي الاطباء اللي هم لا يتقاضون شبه رواتب، زي المعلمين الذين لا يتقاضون شبه رواتب. المجتمع دلوقتي او المجتمعات او العالم حس باهميه العلم والتعليم والصحه والطبيب والممرض، دول اللي هم اللي بيشيلوا الناس وقت ما الانسانيه هتنهار كلها، هتلاقي دول هم اللي واقفين. ان شاء الله نتمنى ان الرؤيه دي تكون موجوده في كل عالم واكيد موجوده في مصر. اكيد الدنيا هتتغير بشكل كبير جدا، يا رب خلصنا منها على خير ونخرج منها بدروس مستفاده ونخرج منها يعني في طريق مستقيم مع الله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب باذن الله يكون شهر كما هو المعتاد كريم على الجميع، ويكون شهر خير باذن الله على العالم كله وعلى المسلمين اجمع. يا استاذ اوسي، كمان النهارده بتحل ذكرى تاسيس النادي الاهلي، او بكره تحديدا مش النهارده، يوم الجمعه ذكرى تاسيس النادي الاهلي. عدى 113 سنه على مسيره عظيمه للنادي وكيان كبير واحسن نادي في الكون، يعني زي ما بيلقبوا دايما جمهور النادي الاهلي. حابب تقول لي في الذكرى؟ طبعا، يعني 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 من الفال الحسن ان ياتي اول يوم رمضان مع ذكرى ميلاد النادي الاهلي. يعني 24 ابريل ده يعني يوم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، يوم التأسيس، يوم أول ظهور للنادي الأهلي على الأرض وفي الحياة. 113 سنة النادي الأهلي، 113 سنة من التاريخ، 113 سنة من الإنجازات، 113 سنة من المبادئ، من القيم، من الاحترام، من البطولات. 113 سنة خلفه شعب كبير هو جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، ملايين في كل مكان داخل مصر وخارجها. 113 سنة جعلت للأهلي بصمة كبيرة جدا موجودة في الحياة، سواء داخل مصر أو في منطقته اللي هي القارة الأفريقية أو منطقته العربية أو على مستوى العالم. الأهلي له اسمه وله تاريخه وله قيمته وله وجوده، دايما بيتصدر الريادة، دايما في القيادة، دايما في المقدمة. يا رب إن شاء الله تأتي سنة 114 والأهلي يحقق فيها إنجازات أكبر وأكثر ويواصل طريقه ويواصل مشواره. وبرضه في 113 الأهلي بإذن الله عندما يستكمل الدوري سيحصد بطولته المفضله اللي هي بطوله الدوري ان شاء الله، اللي هو قاب قوسين او ادنى منها، وربنا يكرمه ان شاء الله ويحقق لقب قاري غايب عنه من 2013. يا رب سنه سعيده على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي، ونتمنى للنادي الاهلي دايما التوفيق، لان النادي الاهلي رمانه ميزان في الرياضه المصريه، في الكره المصريه. استقراره بيعبر عن الاستقرار في الكره المصريه، وهو مؤسسه يعني نموذج يحتذى به الحقيقه النادي الاهلي.
ويكفي في حاجات طبعا اكيد هنتكلم عنها في الحلقه ان شاء الله بتعبر عن قيمه وقدر النادي الاهلي وشموخه وكبريائه على مدار 113 سنه. يا رب دايما في ازدهار واستقرار وفي امان. يمكن شفنا في ظل هذه الجائحه التي تجتاح العالم حاله الهدوء اللي فيها النادي الاهلي، حاله الاستقرار اللي فيها النادي الاهلي. شفنا الشخصيات حتى في فتره الحوارات اللي بتظهر كتير جدا، شفنا الشخصيات اللي بتمثل النادي الاهلي بتظهر بتتعامل ازاي، بتتكلم ازاي، اتربت ازاي في النادي الاهلي وبتعبر عن قيمه النادي الاهلي. الادب والاحترام كله موجود في النادي الاهلي. ايه يا استاذ اوسي ابرز ما يميز النادي الاهلي على مدار تاريخه؟ يعني انت دلوقتي مثلا نادي عنده 113 سنه دلوقتي في تاريخه، لكن محقق كم هائل من البطولات في مختلف الالعاب، بتحديد كره القدم كمان عدد كبير جدا من الالقاب والبطولات بخلاف الانشطه الاخرى وكلام من ده. ايه اللي بيخلي النادي ده ما شاء الله لا قوه الا بالله بيقدر ان هو يحقق كل هذه الانجازات في خلال 113 سنه، عدد اكبر من عدد السنين اللي تاسس فيها النادي الاهلي او السنين اللي بيميز النادي الاهلي عن الاخرين هو العمل المؤسسي. العمل المؤسسي في النادي الاهلي، وانه ليه خط رسمه لنفسه ماشي فيه، وليه طريقه اللي محدده، وليه هدفه اللي عارفه عايز يوصل له كويس، وانه نادي بيلعب دايما على البطولات، دايما بيلعب على المركز الاول. حلو. واخد بالك؟ وان نادي في اطار ده وهو بيسعى للبطوله عنده قيم وعنده مبادئ وعنده اخلاقيات بيتمسك بيها في طريقه. فما فيش حد يخليه يحيد عنها. مهمه المبادئ والقيم طبعا أخير. لازم يكون عندك قيمك ومبادئك واخلاقياتك اللي انت ماشي بيها. لو بتفرق يعني في البطولات؟ طبعا بتفرق في البطولات. اصل دي هي اهم من البطولات. اللي انتوا بتتكلموا فيه لا 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 طبعا. بص، ما هي دي بتضايق ناس كتير جدا. انت كل ما بتتكلم على حاجه، ما هو لما يكون حد عنده هدف وعنده قيمه وعنده مبدا وعنده حاجات متمسك بيها، يعني لو اي حد تاني بيتكلم عنه يبقى هو مش ما عندوش الحاجه دي، ناقصه عنده. فبيتكلم عنها بالشكل ده يعني، فبيعتبرها ان دي حاجات وهميه. لا، دي مش حاجات وهميه، ده حاجات موجوده في أساسيات. جسد حاجات موجوده في جسد النادي الاهلي، في ضمير النادي الاهلي. تمام. في كل من يتولى قياده النادي الاهلي، والنادي الاهلي هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الاخلاقيات اللي موجوده وهذه الاعراف والضوابط بتنتقل من جيل الى جيل. يعني لو بصيت تلاقي خيط رفيع كده ماشي في النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي 2020، هتلاقي دايما في واحد بينقل من ده لده واثنين بينقلوا من ده لده، العمليه ماشيه مستمره. واخر جيل الان يقود النادي الاهلي بقياده محمود الخطيب الجيل الحالي، هذا الجيل تشرب من الاجيال السابقه، والمؤكد انه ينقل لاجزاء واجيال قادمه وتتناقل قيمة ومبادئ النادي الأهلي من جيل إلى جيل، من جسد إلى جسد. يعني حاجة عظيمة جدا، هو ده اللي محافظ على النادي الأهلي، وكله بيتمسك بقيم النادي الأهلي. زي ما قلت لك، حتى لو بصيت في الحوارات اللي أجريت مع عدد كبير جدا مع الشخصيات سواء الأهلوية أو غير الأهلوية، هتلاقي الأهلوية لهم طابع محدد، لهم سمة محددة، لهم قيم محدده محافظين عليها مهما اختلفوا. هتلاقي الطبع الاهلاوي موجود، المبادئ هي المبادئ الاهلاويه هي ما بتتغير. لا احد يختلف على الكيان، لا احد يختلف على النادي الاهلي، لا احد يختلف على قيمه هذا النادي والحفاظ عليه والسعي للرقي به والنهضه به. ما تلاقيش حد في النادي الاهلي بيقطعه في بعض ولا بيقطع في سواب بعض من اجل الكرسي ولا من اجل المقاعد ولا اجل الحاجات دي كلها. يعني تحية للنادي الأهلي، تحية لكل من قاد النادي الأهلي، تحية لمن زرعوا وغرسوا شجرة المبادئ التي تكبر وتنمو وتطرح ثمارها عبر سنوات مختلفة من جيل إلى جيل، ومن 1907 إلى 2020. ده اللي بيميز النادي الأهلي عن الآخرين، تلاقيه دايما منفصل، تلاقيه دايما مختلف. حتى في الأزمة اللي موجودة دلوقتي شفنا النادي الأهلي بيغرد في منطقة غير الآخرين. ليه؟ لأن الأهلي مؤسس هنتكلم فيها، بس أنا عايز أكمل تحديد إن من أهم الثوابت عند المسؤولين في نادي، أو مش مسؤولين، عايز أقول أبناء النادي الأهلي يا أستاذ أوسي، هو شيء محدد، الاحترام. أنا ما بشوفش عمري، يعني ما شفت، وأنت يعني ممكن تكون عاصرت النادي الأهلي أكتر مني يعني بحكم السن، لكن عمري ما شفت إن في مسؤول في النادي الأهلي بيطلع يهاجم مسؤول قبليه في النادي او رئيس نادي قبليه او يشتم او عمري ما شفت الكلام ده. الاحترام موجود. هي الجزئيه المتفق عليها دايما ما بين ابناء النادي الاهلي ومختلف مجالس الاداره، كله بيكمل بعض وكله بيحترم بعض حتى لو اختلفت، بس الاختلاف بيبقى باحترام جدا جدا، مش موجوده. ودائما بتلاقي حتى لما مجلس اداره بيتولى كله بيتوارى وكله بيتكتف خلف هذا المجلس وبيشتغل وراه. ما تلاقيش حد بيحاول يجر او حد يحاول يشده او حد يحاول يعني يكشف عوراته حتى لو ليه عورات. بص، ما فيش حد كامل يعني. اي انسان ليه ايجابيات وليه سلبيات، واي مجلس اداره ليه ايجابيات وليه سلبيات، ولكن في الغالب ان الايجابيات بتطغى على السلبيات. حتى لو في سلبيات بسيطه البعض بيعديها وبيكمل وبيدوس وكله بيوقف ويتكتف.
ليس لاجل شخص وليس لاجل نجاح حد معين، بل لاجل نجاح النادي الاهلي بالزبط. ومن اجل قيمه النادي الاهلي ومن اجل وضع النادي الاهلي وده اللي مخلي النادي الاهلي مستقر. يعني كلمه الاحترام دي بتترجم الى قيم، مبادئ، اخلاقيات، دي كلها في النهايه اسمها الاحترام اللي بيجمع النادي الاهلي واللي بيجمع الاسره الاهلاويه كلهم. كتير جدا بتحصل مناقشات، كتير جدا بتحصل انتقادات، كتير جدا بيحصل كلام ورغبات وطلبات وحاجات كتيره جدا الناس عايزاها، لكن في النهايه الاحترام هو اللي بيجمع الجميع، البيت الواحد هو اللي بيجمع الجميع، الكلام اللي يخص النادي الاهلي دايما في الغرف المقرقه. خلي بالك ممكن واحد دلوقتي يكون بيتابعني يقول لك طب ما هو في مثلا لاعب سابق في النادي الاهلي او كابتن من الكباتن طلع اتكلم بطريقه مش كويسه مش عارف، ما كانش مسؤول في النادي الاهلي، ممكن يكون ليه اهداف اخرى يعني في نفس الوقت. يعني لو طلعت اي نغمه نجاز في اي وقت بتحصل عاديه جدا، بتحصل جدا، لكن احنا بنتكلم على الثوابت العام، على الشكل العام، على التوتال، على مدار 113 سنه النادي الاهلي شكله فيهم ايه، قيمته فيهم ايه. اسال اي حد حتى لو مش اهلاوي هيقول لك نتمنى ان نكون زي النادي الاهلي، ان النادي الاهلي قيمه، النادي الاهلي تاريخ، النادي الاهلي عظيم، النادي الاهلي مؤسسه، النادي الاهلي دايما بيدار بشكل احترافي اكبر من اي مؤسسه موجوده في مصر يعني. يعني فيا رب ان شاء الله يعني دايما في هذا الخط، دايما في هذا الطريق، وان نشوف مؤسسات ثانيه للنادي الاهلي. يعني دايما في ناس كتيره جدا من التاريخين او المؤرخين التاريخيين او المؤرخين في مصر بقول لك في بعض العلامات كده في مصر لما تلاقيها مستقره يبقى الاهلي مستقر، يعني منها النادي الاهلي، منها النادي الاهلي فعلا. فلما تلاقي الاهلي مستقر وبيعمل انجازاته وبيعمل بطولاته وفيه هدوء وفيه حاجاته تعرف ان مصر فيها استقرار، والحمد لله الاهلي مستقر ومصر مستقره، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي العظيم في السنوات القادمه. نتمنى الاستقرار الدائم لبلدنا الحبيبه مصر، واكيد نتمنى الاستقرار للنادي الاهلي وده امر مهم. بالتالي انا عايز اخدك لقرار النادي الاهلي الاخير بعدم المساس برواتب العاملين والموظفين والاجهزه الفنيه واللاعبين في النادي الاهلي. الواحد ما كانش متوقع اسهل قرار كان يتاخد في الفتره الحاليه، انا اخفض بقى، الظروف صعبه، ما عنديش موارد، ما فيش فلوس، الدنيا كلام من ده، ما حدش بيدفع التزاماته للنادي الاهلي، كان اسهل قرار ياخده مجلس اداره. لكن اللي عاجبني واتكلمت فيه برضه في بدايه الحلقه يا استاذ اوسي هو حته الدراسه والتقييم، تقييم الوضع الاول بعد كده اخد قراري، حتى لو قرار سهل زي ده كان ممكن اخده ما حدش كان هيلومني فيه. رايك ايه وتقييمك ايه لقرار مهم من مجلس اداره النادي الاهلي؟ زي ما قلت لك ان هي دي المؤسسه، هي دي الناس اللي بتشتغل على ارضيه صلبه، هي دي الناس اللي بتفكر من خارج الصندوق او خارج، بتفكر ليها رؤيه وليها ابداعات في الشغل وفي العمل. الموضوع ما جاش كده يا امير من فراغ، يعني مش فجاه ان النادي الاهلي قرر طب يا جماعه نحافظ على الرواتب ولا نلغيها ولا نخفضها، لا، الموضوع بيخطط ليه وبيدار منذ اكثر من، يعني من بدايه الازمه. تمام. يعني اقول لك منذ اكثر من شهرين ونص يعني. والاتجاه كان واضح ومحدد، ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده محمود الخطيب بدا في اتخاذ خط واجتماع مع الادارات واتصالات مع الادارات عشان تفكر وتبحث عن حلول للوضع اللي موجودين فيه ده، علشان بعد شهر او شهرين هتظهر كارثه موجوده الناس كلها تعاني منها. وفي نفس الوقت كابتن خطيب كان ماشي في اتجاه تاني بيشوف الوضع المالي للنادي الاهلي وميزانيه النادي الاهلي مع المسؤولين عن هذه الاجزاء وعن المتخصصين في هذا المجال، وكل اداره زي اداره كره القدم، زي اداره النشاط الرياضي، زي الاكاديميات، كله قدم ايه، اكيد كله قدم رؤيته. وفي النهايه كان القرار مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن الخطيب، وهو ان الاهلي لن يخفض رواتب لاعبيه، وكل اللعيبه هتاخد حقوقها ومستحقاتها كامله، وموظفي وعمال النادي الاهلي. ده بيدل على قيمه كبيره جدا للاهلي، ان الاهلي مستقر ماليا كويس، وان ان الجائحه دي، جائحه كورونا اللي اجتاحت العالم كله، اللي برشلونه خفض 70%، يعني معقوله برشلونه خفض 70%؟ والاهلي مش عارف ايه الناس بتقولها كده. معقوله كل لعيبه ارسنال اتنازلوا على 12.5% ولعيبه الاهلي ما اتنازلوش؟ ولا معقوله لعيبه روما ما خدوش رواتبهم ولعيبه؟ ده النادي الاهلي، دي قيمه النادي الاهلي. زي ما مصر وقفت في الازمه دي شامخه كان بيشار لها ببنان في ازمه كورونا وسط العالم طبعًا كله، طبعا طبعا. ترى النادي الاهلي الان وسط العالم يعني يقف وحيدا، يعني ما شاء الله، حتى بين، خلينا حتى على مستوى الانديه المصريه، كله بيطالب بالتخفيض، كله بيطالب ما عندوش فلوس، كله بازمه اقتصاديه. النادي الاهلي يؤكد على قوته الاقتصاديه ومتانته، انه بيشتغل صح وان عنده ميزانيته صح وعنده ما يكفيه وما يغطيه من رواتب اللاعبين، وان لن يتم خصم اي متعلقات ماليه من اللاعبين. هيكون ليها نظام مالي معين هيتم بيها خلال الاربع شهور اللي جايين، لكن كل مستحقاتك هتاخدها، مفيش اي مشكله يعني. بصراحه لما الخبر نزل اول ما قريته
فشكيت قلت في حاجه غلط يعني، ما كنتش متوقع. انت كنت متوقع الاهلي ياخد قرار زي ده؟ لا انا ما كنتش متوقع يعني بالتحديد مثلا، عشان برضه ابقى منطقي حته الموظفين. لا كنت متوقع الاهلي ممكن ما يقربش راتب الموظفين، لكن اللاعبين كمان الاجهزه الفنيه رواتبهم عاليه جدا بشكل طبيعي. المؤكد ان الاعمال والموظفين كان في اصرار من مجلس الاداره من الاول على انه لا تراجع والاستسلام في هذا الامر، ولن يضر اي موظف في النادي الاهلي ولن يمس اي موظف في النادي، لان في النادي ناس بتاخد راتبها عشان تعيش بيها. بالظبط. لكن بالنسبه لموضوع اللاعبين، كان في اتجاه قوي جدا لتخفيض الاجور ورواتب اللاعبين خلال الاشهر دي، بل كان في اتصالات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيتواصل مع اللعيبه للوصول معهم الى حلول في هذا الامر يعني. والكابتن سيد توصل بالفعل الى اتفاقات مع اللعيبه او عدد كبير جدا من اللعيبه، لكن كانت المفاجاه ان مجلس الاداره طبعا مجلس الاداره خلاص يا جماعه احنا لن نخفض هذا الامر على الاطلاق، وكل انسان له حقوقه كامله، ولن يضر النادي الاهلي على الاطلاق من دلوقتي، من شهر ابريل ومايو يونيو يوليو لا توجد اي مشكله خالص عندك في الاربع شهور. وبعد الاربع شهور دول يتم تقييم الوضع من الاول تاني ونشوف اللي ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله الازمه انتهت وتكون الامور داخلين على الصيف اهو، درجات الحراره بترتفع ان شاء الله. لكن تحيه لاداره النادي الاهلي، على جمهور النادي الاهلي ان يفخر بمجلس ادارته، على اعضاء النادي الاهلي ان يفخروا بناديهم وعلى استقراره المالي في ظل ما الانديه كلها بتصرخ. النادي الاهلي يعني لا حد هيدفع له ولا حد هيجيب له ولا هيكون ده على حساب سحب على مكشوف، لان الاهلي عنده ميزانيه وعنده فلوس تغطي هذا وكفايه ان شاء الله. فيعني كل التوفيق لاداره النادي الاهلي، وده اللي بقول لك عليه، ده دي المؤسسه. انت ما بتشتغلش بشكل عشوائي، انت بتشتغل بشكل مرتب، بشكل منظم، شكل عندك رؤيه وعندك افكار ابداعيه، مش قاعد منتظر لما السماء تمطر ذهبا فوق راسك يعني. فطول ما انت بتفكر الامر الواقع اللي فيه لا ما بتستسهلش يعني، يعني لا ما بستسهلش، اسهل حاجه جدا. وكمان ايه، واخد القرار ده واخفض راتب اللعيبه، وحتى لو عندي فلوس خليها بقى عندي مثلا اخزنها بستفيد بقى في حاجه تانية او اطلع بالنهايه في الميزانيه اعملها عندي فوايد واعملها عندي حاجات. لا انا ماشي صح وبفكر صح، واللي انا عايزه اعمله هعمل كل اللي انا عايزه احقق اهدافي كلها بالطريقه اللي انا ماشي فيها. حاجه مميزه في الحقيقه جدا جدا من اداره النادي الاهلي، نتمنى لهم كل التوفيق في قراراتهم سواء الحاليه او المقبله يعني. ملف فايلر الناس قلقانه شويه يا استاذ اوسي يعني، الناس تقول طب يا جماعه طالما الدنيا بسيطه والمدرب عايز يبقى موجود في النادي والنادي عايز المدرب يبقى موجود، ليه ما بيتمش الاعلان؟ تمام، فعايزين نطمن الناس بالجزئيه دي شويه. ايه اخر الكواليس واخر المعلومات اللي عندك بخصوص ملف مستر فايلر وتجديد عقده؟ يعني فايلر يعني مبدئيا الموسم اللي هو شغال فيه لم ينتهي بعد. حلو. يعني الموسم اللي شغال فيه احنا عندنا تقريبا النص الثاني من الدوري تقريبا اغلبه ما زال موجود. ولسه عندك دوري الابطال في نصف النهائي ان شاء الله تتجاوزه والنهائي وعندك بطوله. فالراجل لسه شغال، واحنا كمان دلوقتي واقفين مش عارفين هنبدا امتى. كويس. فالامور كلها وفايلر مستمر معاك مش هيسيبها غير لما عقده يخلص طبعا، واللعيبه اللي معاك كلها مش هتمشي غير لما عقده يخلص يعني. يعني حتى الفيفا مستوى الدولي هيتم تمديد ده لغايه ما الموسم ينتهي ايا كان وقت انتهاء الموسم، في يوليو في اغسطس في سبتمبر كل الامور ماشيه. فليه ما العجله وانا لسه قدامي خمس ست شهور والدنيا ما فيهاش حاجه؟ ثم هناك اتفاق زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان هناك اتفاق بين اداره النادي الاهلي وبين فايلر، اتفاق من جانب اداره النادي الاهلي على ان هذا الرجل يعني حقق الاهداف المطلوبه للنادي الاهلي حتى الان. كويس. فريق جيد، فريق قوي، فريق منظم، له شخصيه، حقق نتائج، متصدر الدوري، نصف نهائي دوري الابطال، الامور ماشيه بشكل قوي وشكل مميز، ما عندوش اي مشكله خالص يعني في الموضوع. لجنه التخطيط مقتنعه بيه، مقتنعه بقدراته، مقتنعه بامكانياته، عندها رؤيه ليه ان هو قادر على تطوير اداء الفريق. فده النادي الاهلي مقتنع ان فايلر يستمر. من ناحيه فايلر وسمعنا ده علشان ما حدش يقول ان حد بيتكلم، لا ده فايلر حتى لما طلع في الحوار الوحيد اكد على ان هو متمسك باداره النادي الاهلي، متمسك بالعمل في الاهلي، وانه لديه رغبه شديده وملحه على الاستكمال في النادي الاهلي. فهو يعني على الاقل، بص يا امير، على الاقل من غير اي كلام هو مكمل للموسم ده والموسم اللي بعده يعني. يعني الموسم كمان الموسم اللي جاي ان شاء الله، لكن التفكير الان في تمديد عقده لمده موسمين اخرين. وتقريبا هناك شبه اتفاق على هذه الامور، لكن اما النادي الاهلي لا يعلن على شيء الا اذا تم معاك عقد رسمي اهو خلص البتاع. عندما يتفق الاهلي وفايلر ويتوقع العقود، وهذه يعني مساله وقتيه، اعتقد ان الامور، لكن انا اعتقد ان فايلر يستحق ان يستمر، يستحق
يستحق ان يستمر وان اداره الاهلي لن تفرط فيه بسهوله يعني على الاطلاق، يعني لان الراجل محقق الاهداف، فانت ماذا تريد من المدرب محقق لك الاهداف يعني؟ والناس كلها معترفه بهذا وكل خبراء الكره اشادوا بكده. الناس مجمعه يعني كمان على شخصيته ان هي مناسبه للنادي، يعني مرينا بكام مدرب كده الفتره اللي فاتت يعني ما اثروش بشكل كبير، لكن في نفس الوقت لقينا الشخصيه اللي احنا بنتمناها اللي تناسب شخصيه النادي الاهلي في العقليه وكل شيء. ده صحيح راجل يعني في قناعه تامه عند المسؤولين. لا لا ما انا بقول لك عشان الاسباب اللي احنا اللي انت بتقولها دي الاسباب اللي انت بتقولها وكل الاسباب اللي احنا قلناها والاسباب اللي طرحتها لجنه التخطيط النادي الاهلي وكابتن الخطيب ومجلس الاداره، كل ده بيؤكد ان هذا الراجل متناسب مع الاهلي، ان زي ما قلت لك ان فايلر والاهلي متفقين على التعاون مع المستقبل. فالامور يعني تكاد يعني شبه منتهيه، يعني ما زال فقط ينقصها فقط العقود الرسميه اللي توقع ان شاء الله، واعتقد ده ان مش ممكن هيحصل في اي حته الا بعد انتهاء جائحه كورونا. يعني مفيش اي حد في العالم بيعمل اي حاجه ولا بيعمل اي عقود وتعاقدات الا بعد. بس في ناس بترتب امورها. لا ترتيب يتبقى بس الحسم بالظبط يعني. ترتيب كله ترتيبات يعني، لكن في النهايه يبقى الحسم بعد انتهاء هذه الازمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الامور ماشيه في اتجاه ايجابي جيد جدا. برضو من ضمن الافراد او اللاعبين اللي بيتم الحديث عنهم مؤخرا بشكل مستمر في الحقيقه هو اللاعب رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي. ناس كتير بتتكلم بخصوص ان اللاعب هيجدد هيكمل مع النادي الاهلي ولا هيرجع اوروبا. اللاعب نفسه كان ليه بعض التصريحات، لكن في نفس الوقت لسه تقييم الوضع او اتخاذ القرارات النهائيه ما تمش من سواء من قبل اللاعب او من قبل النادي. الجديد في الملف ده استاذ اوسي، وانا عايز استغل يعني تواجدك معانا النهارده. رمضان صبحي قيمه فنيه كبيره جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج رمضان صبحي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي يتمنى ان رمضان صبحي يستمر، جمهور النادي الاهلي يتمنى ان رمضان صبحي يستمر، فريق النادي الاهلي لاعب مهم بحاجه الى لاعب في اهميه وقيمه وقدر رمضان صبحي يعني. واعتقد ان هو بيبقى اضافه كبيره جدا في الاوقات اللي بيبقى موجود فيها يعني. فبالطبع النادي الاهلي مؤكد بيسعى للاحتفاظ برمضان صبحي، عنده رغبه، ومستر فايلر بيسعى الى هذا وبيؤكد هذا يعني. وحصلت مؤكد اتصالات بين النادي الاهلي وبين رمضان صبحي خلال الفتره الماضيه، والاهلي يسعى بقوه لشراء رمضان صبحي. حصلت ولا هتحصل؟ لا حصلت طبعا مؤكد يعني لشراء رمضان صبحي. تمام. وليس لاستعاره رمضان صبحي، لان موضوع العاره خلاص عليه قبل كده. موضوع العاره ده انتهى خلاص تماما يعني. لان موضوع العاره مكلف الاهلي خلاص، انا ناوي يشتريه ويستثمره تاني بعد كده لو في استثمار. فالاتجاه ان الاهلي يشتري رمضان صبحي، لكن هل الظروف تسمح الان بالتواصل؟ مين اللي بيملك نادي هدرسفيلد الانجليزي؟ هل الظروف تسمح الان بالتواصل مع النادي الانجليزي؟ اعتقد الظروف صعبه جدا يعني. وما اعتقدش ان حد يقدر يتكلم في الملف ده ولا حد يفتح الملف ده. فالامور مؤجله مع نادي لحين انتهاء الجائحه كورونا. لا رمضان مؤكد ان عنده رغبه ان هو يستمر في النادي الاهلي بشرط انهاء هذه الامور يعني ان شاء الله. فوانس ما انتهت هذه الامور، بس اللاعب كان ليه بعض التصريحات، قال لك انا عايز ارجع اوروبا يعني، انا هدفي او هدف من اهدافي ان انا اكمل مسيرتي في اوروبا. والله انا عندي معلومات ان هو عنده استعداد يستمر في النادي الاهلي. نفس المعلومات اللي عندي بصراحه. لا عنده استعداد يستمر في النادي الاهلي، وان كانت هناك مناوشات من بعض الانديه في مصر والله لاجراء اتصالات مع رمضان في هذه المرحله الحاليه محاوله الحصول على خدماته. لكن طموح اي لاعب مش عيب يعني. ممكن يكون لاعب نفسه ان هو يكمل في اوروبا، لكن لو الظروف ما سمحتش فهو حابب انه يبقى موجود في النادي الاهلي. ده توضيح يعني لازم نوضحه للناس. رمضان صبحي انا مؤيد ان اي لاعب مصري قوي يحترف بره ويعمل نتائج ويعمل تاريخ هيفيد نفسه ويفيد بلده بالاساس يعني. بالظبط واخد بالك، يفيد منتخب مصر زي ما شفنا في التجربه العظيمه للنجم محمد صلاح. وتريزيجيه ان شاء الله بيسير على نفس الخطى، واكثر من لاعب موجود بره بشكل جيد ومنظم. فرمضان راح التجربه يعني، خلينا صراحة ان تجربه رمضان لم تكن ناجحه بالقدر الكافي، ولم يعني يكن لها المردود اللي يناسب قدرات وامكانيات رمضان الفنيه والبدنيه، ولم يحصل عليها. هم شايفين كده. فكان في مرحله صعبه جدا. فعندما يعني جاء الى النادي الاهلي، الاهلي اعاده الى الحياه مره اخرى، اعاده الى كره القدم مره اخرى ليصعد الى القمه والى الذروه. وشفنا ده معاه لما كان مع النادي الاهلي وبعده مع المنتخب الاولمبي في كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت، واللي كان رمضان اللي هو السوبر ستار بتاع الفريق والكابتن بتاع الفريق. فالنادي الاهلي يعني قدر يعيد تلميع رمضان صبحي وقدر يرجعه للملاعب. فاللي حصل عليه رمضان من النادي الاهلي ما حصلش عليه في اوروبا طبعا. هناك في اضواء كتيره جدا، في نظام مختلف، في احتراف، في فلوس كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا موجوده، جوانب كتيره يعني، جوانب كتيره جدا. لكن الجانب الاهم اللي هو قيمه رمضان صبحي الفنيه والكرويه والبدنيه، النادي الاهلي هو اللي اداها له، وهو اللي عادها له، وهو اللي رجعه تاني، وهو اللي عاد تلميعه مره تانيه يعني.
فرمضان شايف نفسه انه لاعب. انا اقصد ايه يا استاذ اوسي؟ لو الفرصه ما سنحتش للاعب، ما سنحتش الفرصه ليه ان هو يرجع اوروبا في نادي جيد يقدر يشارك فيه بشكل اساسي، يكون مدرب مقتنع بامكانياته، فهو اللاعب موجود في النادي. لا طبعا انت لو هتروح اوروبا تقعد على الدكه او في نادي مش هيقدر بشكل. طب ما انت في النادي الاهلي هنا موجود، يعني موجود في الاضواء وعلى مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى اوروبا برضه بتشافه معروف يعني. ومن خلال الاهلي بترجع، ومن خلال الاهلي متشاف وممكن ترجع لتاني، لما ترجع ترجع لك لفرصه ثانيه يعني. فوجوده في النادي الاهلي اهم من وجوده فرصه ضعيفه في اوروبا باي شكل من الاشكال. الا اذا برضه عشان نتكلم موضوعيا، الا اذا لو فرصه محترمه ليه ضامن فيها مشاركه. طبعا رغم المشاركه حتى الان لا توجد اي فرص من حد يتكلم فيها يعني. البعض بيتكلم عن عروض ايطاليه، لا مفيش عروض ايطاليه، عروض تركيه مفيش، عروض تركيه كويس ان هو ما جالوش عروض يعني عشان ما حدش يفهمنا. لا لا يعني مفيش يعني مفيش ليه، مش هقول لك ما يجلوش عروض لقله في رمضان ولكن لان الظرف صعب على كل الانديه يعني. مثلا في كلام هناك عن عروض ايطاليه، اذا كان ايطاليا نفسها يعني كل اللي بتحاول تعمله في الحياه ان هي ترجع نشاط كره القدم مره اخرى يعني. فالكلام بعيد دلوقتي ومحدش بيتكلم لان مفيش لاعب هيسيبنا دي قبل شهر اغسطس يعني. فالمسافه لسه طويله يعني. يعني اتمنى ان انا شخصيا اتمنى ان رمضان يستمر في النادي الاهلي اكيد، بالك اتمنى طبعا. لو كان عنده تجربه احتراف كبيره وعظيمه اقيم يا رب كل التوفيق، وهتحطه في منطقه بعيد عن المنطقه اللي هو فيها مع النادي الاهلي دلوقتي، مفيش مشكله خالص يعني، تبقى مفيده جدا يعني. فانا اتمنى ليه التوفيق وان شاء الله خير يعني. لكن لسه المرحله في يعني لم تحسم بشكل نهائي في هذا الامر، وزي ما قلت لك ان برضو في ناس بيحاولوا يتدخلوا في هذا الامر يعني. انديه مصريه ماشي مفيش مشكله، بس يعني نتمنى كل التوفيق في كل الاحوال يعني في نهايه الملف ده. دي على فكره معلومات شخصيه وراء شخصيه أكيد يعني تخصنا انا ومعلومات انا حضرتك صحفي كبير يعني. حضرتك صحفي كبير واكيد بناخد منك معلومات، وانت معلوماتك تبقى جايبها من مصادر يعني، مش معلومات لمجرد المعلومات يعني. فنتمنى كل التوفيق في النهايه لرمضان، سواء بقى في النادي الاهلي ام لم يبقى يعني مع النادي، لان هو ابن من ابناء النادي الاهلي. طيب عايز اروح لجزئيه اخرى بعيده عن النادي الاهلي يا استاذ اوسي، واتكلم بالتحديد في الاجتماعات اللي بتحصل دلوقتي في اللجنه الخماسيه مع اعضاء الجمعيه العموميه، وهي لمناقشه اقتراحات عوده النشاط الرياضي، وكمان لمناقشه اللائحه وتعليقك على الجزئيه دي. وكمان اللجنه الخماسيه في الحقيقه بتبتدي او يعني شبه حضرت سيناريو لعوده النشاط بشكل طبيعي خلال الفتره الجايه في انتظار اشاره الدوله بكل تاكيد. بص يا امير، على مستوى العالم ويمكن شفنا الاتحاد الاوروبي لكره القدم خلال 48 ساعه الماضيه لديه اصرار كبير واصرار كامل على عوده الدوريات ونشاط كره القدم بما لا يتعارض مع صحه الانسان. ده مبدا عند كل الناس، لكن الكل بيسعى بكل جهد وبكل طاقه ان يرجع. شوف ايطاليا اللي اكثر بلد ابتلاء في اوروبا، اكثر بلد بتسعى واكثر بلد اعلنت اجراءات ان هي ممكن ترجع في اسرع ما يمكن يعني. بنشوف ان كل الانديه بتجتمع وتتفق على عوده الدوري بغض النظر عن المصالح الشخصيه، بمعنى ان في مصالح شخصيه هنا بتتحكم في البعض وتخليه يطلع تصريحات تتناقض مع مصلحة العامه. في اوروبا مثلا الكل بيطالب بعوده النشاط. ليه عوده النشاط؟ لان عوده النشاط ده مهم جدا، لان دي كره القدم باتت مؤسسه اقتصاديه، وهناك الملايين الذين يعني تعتبر دي مهنه بالنسبه لهم ويتربحون منها او رزقهم منها، ان بدت وسيله ترفيهيه مهمه جدا بالنسبه للشعوب. ان كمان انك انت تلغي نشاط كره القدم، انك بتدمر اجيال من اللاعبين. انت متخيل طبعا يا كابتن امير ان لعيبه ما بتلعبش كوره من شهر مارس، وهتستمر في هذا الوضع حتى شهر سبتمبر، بنتكلم في حوالي كام؟ حوالي 6-7 شهور مثلا. متخيل لاعب كوره يقعد كل ده 6 شهور بدون كوره وبدون لعب وبدون تدريب؟ ده هيتدمر. انت كده بتدمر الانديه، بتدمر المنتخبات، بتدمر كل حاجه يعني، بتدمر كل حاجه ليها علاقه بالرياضه وليها علاقه بكره القدم يعني. وده اللي هيحصل في مصر عشان الناس تفوق، لان اللعيبه اللي عندك اللي بالملايين دي اللي انت بتطالب حضرتك دلوقتي ان الدوري يتلغي، اللعيبه دي هتتدمر. لان الدوري دلوقتي هيتلغي، ادينا بقى لنا دلوقتي شهرين، شهر مارس اللعيبه نايمه في البيت، شهر ابريل اللعيبه نايمه في البيت، وهيكملوا مايو ويونيو ويوليو، هتعمل ايه انت في لعيبتك؟ هتوديهم فين؟ هيروحوا فين؟ فالامور دي مرفوضه تماما. انا بس بكلمك في الاساس، بعد كده هنخش على الاجتماعات. فاللي بيطالبوا بالغاء الموسم في مصر، والبعض بيقول لك 14 نادي و12 نادي و10 انديه، الكلام ده يا جماعه كلام غلط وكلام مرفوض. مش عشان النادي الاهلي عايز ياخد بطوله او النادي الاهلي القريب من البطوله ومحدش كارف فيها عايزين تكسروها. هو الاهلي مش مستني بطوله اصلا مثلا، لا يعني ما هو عشان ضايع منهم يعني، مش علشان ناس مهدده بالهبوط ها وهتهبط مش هتقدر تقعد في الدوري الممتاز السنه الجايه، تدمر الكره في مصر عشان هي تقعد في الدوري ونادي الدوري تاني يعني. يعني انا قصدي اقول لك وقلت لك الكلام قبل كده ان الامور مرتبط بشخصنه،
وان الامور مرتبطه بمصلحه شخصيه قبل المصلحه العامه، وان من يطالبون بالغاء الدوري اما مهدد بالهبوط واما ما عندوش فرص المنافسه، ليس له اي فرصه للمنافسه على البطوله. فهذا الكلام مرفوض تماما. خلينا نفكر في المصلحه العامه يا استاذ اسيد. ايطاليا، ايطاليا اللي عندها اكبر كم ممكن من الحالات، ال 20 نادي في الدوري متفقين ومقرين وحريصين اشد الحرص على استئناف المسابقه. دي ناس فاهمه، متفقين على كده بقى، سواء حد مهدد فاقد فرص المنافسه كلام كله عايز يلعب. انا زي ما اتكلمنا يمكن يوم الخميس الماضي، حتى لو وصلت الامور بينا ان احنا هنلعب في مطلع يوليو لازم الدوري يتلعب ان شاء الله، يعني باذن الله. يعني احنا بنتكلم ايه، يعني في اسوأ الاحوال واسوأ الظروف ان الامور تظل يعني ايا كان، ان احنا نبدا مثلا تدريبات في اول 6، ده لو بدانا تدريبات في اول 6 يبقى نبدا في اول يوليو، لكن احنا ان شاء الله هنبدا باذن الله قبل الفتره دي بكتير باذن الله. يعني في جزئيه مهمه يا استاذ اوسي، يعني بمناسبه التدريبات، يعني مثلا في المانيا بايرن ميونخ او تقريبا كل الانديه الالمانيه تتمرن دلوقتي، رغم ان المانيا برضه عندها حالات عديده وفيات كتيره جدا أنا لكن بيتمرنوا. طب بالظبط، اعتقد ان اللي بينقصنا احنا عشان نرجع تدريبات برضه ده قرار دوله بكل تاكيد. انت شايف ايه رايك في القصه؟ لا لا، حاجه مرتبطه بقرار الدوله، يعني ما اقدرش اخد اي حاجه بدون الدوله وبدون وزاره الصحه وبدون ان الدوله تسمح لي بهذا. لكن انا ممكن اعرض على الدوله واشوف امكانيه. هو الناس تتحرك بس كده، الاتحاد الكره يتحرك والاتحاد الكره يجتمع بالانديه. المفروض الاتحاد الكره يجيب الانديه بتوع الدوري الممتاز ويجتمع معاهم، او يجتمع معاهم عبر الفيديو كونفرنس، يعني تشوف اي وسيله اجتماع بالناس وتواصل معاها واخد رايهم. يا جماعه طب نتكلم ده، طب نرجع ده، طب اعرض الامر ده على الوزير والوزير يعرض على الحكومه ونشوف الدنيا تمشي ازاي. يعني في يعني خطوات، وكل اسبوع يكون في اجتماع وكل اسبوع يكون في بحث عن حلول. يعني احنا ما ننتظرش حلول معلمه تجينا من بره، يعني المفروض نتحرك، وما ننتظرش لما اوروبا زي ما انت بتقول ريال مدريد بيتمرن والمانيا بيتمرن وايطاليا بتحاول، هو احنا لازم الدنيا حوالينا تتحرك عشان نتحرك؟ ليه ما بنفكرش احنا ونشغل دماغنا ونفكر خارج الصندوق، وبقى عندنا ابداعاتنا وبقى عندنا فكرنا وبقى عندنا رؤيتنا وعندنا خطتنا؟ ليه هناخد الثقه لما الاخرين يدوها لنا؟ طب ما انا شايف عندي وضع، هل الظروف عندي تسمح؟ بتحرك في ده حتى لو مفيش موافق، بس بتحرك وبطرح وبتحرك وبطرح وبشوف العائق اللي موجود الاسبوع ده، هل العائق مستمر، هل قل، هل تراجع، هل الامور يعني ايه؟ ايوه دراسه مناقشات، وفي النهايه انا مرتبط بالدوله طبعا، بس انا اعمل اللي عليا. أيوة. عشان ما حدش يلومني، صح. افكر عشان يعني ايه، عشان ربنا يكرمني برضو والدنيا تبقى كويس. ابقى جاهز، ما انا طول ما انا بفكر وطول ما انا بشتغل انا جاهز في اي لحظه اقدر ابدا واقدر انطلق يعني. فيا ريت نتحرك في هذا الاتجاه. يعني انا شخصيا واكيد كل اللي بيحبوا البلد دي ضد فكره الغاء الدوري. لا لالغاء الدوري، لا لالغاء الدوري، لا لالغاء الدوري. ما فيش حاجه اسمها الغاء الدوري. الغاء الدوري يا جماعه معناه تدمير هذا الجيل من اللاعبين. الغاء الدوري معناه يعني دي كره القدم خسائر ماليه فادحه للانديه وللرعاه وللعاملين في مجال كرة القدم. أكيد. انت بتكلم عن لاعبين وعن اداريين وعن موظفين وعن عمال وعن يعني جيوش شغالة في كرة القدم، يعني وبيوت مفتوحة، يعني ده ليس على مستوى مصر لكن على مستوى العالم يعني كله. بتكلم على ان في يعني جانب ترفيه كبير جدا بيغيب عن الجمهور وعن الشعب وغير كرة القدم الحقيقة. طبعاً. يعني عامل ممل جدا، يعني ما يعني احنا دلوقتي بنكتشف ان الكره دي مش مجرد لعب وجري وبتاع، بس ليها قدر كبير جدا موجود في حياتنا. يعني فنتمنى ان شاء الله ان اتحاد الكره يواصل اجتماعاته. حاليا زي ما حضرتك قلت انه في اجتماعات بتحصل مع اعضاء الجمعيه العموميه، دي خاصه بالله احنا عايز اجتماعات مع الانديه مبدئيا، ده جانب. اقتراحات لعوده النشاط، يعني لعوده النشاط. وحصل كلام قبل كده، شفنا السيد عمرو الجناين اتكلم، الكابتن محمد فضل اتكلم، شفنا معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه اتكلم. يعني كل دول اتكلموا، لكن عايزين نشوف تحركات على الارض، تحركات يعني نشوف عليها خطوات، نشوف عليها بيانات واضحه ومحدده، نقدر نعرف يعني امتى ممكن نرجع. يعني الناس يعني حتى لو احدد ميعاد وهمي اشوف عندي خطوات واتحرك في هذا المجال. هي الناس في الحقيقه مجهزين دلوقتي سيناريو برضه عشان لينا اللي علينا، يعني شبه جهزوا سيناريو خلاص لعوده المسابقات في انتظار طبعا قرار الدوله، واكيد اهم شيء صحه الافراد. لكن في نفس الحال يعني انت بيبقى في مخاطر مقبوله شويه، زي مثلا كنت بتكلم في خبر من الاخبار الخاصه باحدى الدول الاوروبيه، وكانوا بيتكلموا ان احنا ممكن نرجع النشاط في او بخصوص مخاطر مقبوله طبيا. الاطباء يقولوا دي مخاطر مقبوله نقدر نتعامل معاها، لكن في وقت معين ما تقدرش ترجع فيه كل الامور لطبيعتها. يعني ده طبعا بيبقى طبقا لدراسه سواء من وزاره الصحه او من الدوله أو كمان من الاتحاد المصري لكره القدم ان هو يقترح. بس يعني انا بقول لك الناس يعني فضلت تتكلم ازاي نرجع تدريبات، نتكلم لدرجه ان البعض فكر ان اللعيبه ترجع تتمرن بكمامات.
مثلا بكمامات مصممه معينه يعني. في امريكا استاذ اوسي بيقول لك ايه، في كمامات معينه بتصميم معين تقدر تلعب بيها كوره، وما بيحاولوا يشوفوا الاقتراح ده يعني. لو نجح في دوريات الدرجه الثانيه والثالثه ما اعتقد في امريكا هيطبقوه في الدوري الامريكي. دي كلها افكار انك انت بتفكر وتتحرك يعني. ان لا في المانيا لما كانوا عايزين يبداوا تدريبات في بايرن ميونخ بيقول لك ممكن يدرب كل اربع لعيبه في يوم مثل. يعني يجيب اربع لعيبه النهارده واربع خمس لعيبه بكره، كلها اقتراحاته كلها بتاعت ايا كان. المهم انك بتحاول تكسر الحظر اللي موجود عليك بالازمه، انك تحاول تخرج من الازمه العنيفه اللي محاوطاك من كل حته يعني. ده شيء مهم. قبل ما اختم معاك يا استاذ اوسي، عايز اشوف فيديو يا جماعه حسين الشحات وهو بيتمرن، لو جاهز معاكم. جاهز ولا لا؟ طيب جهز فيديو حسين الشحات ونختم بالنادي الاهلي، لان برضو يعني النادي الاهلي واللاعبي الفريق يعني حريصين اشد الحرص من خلال الجهاز الفني طبعا على مواصله بعض التدريبات النوعيه اللي ممكن تبقى في البيوت او في المنازل. ده فيديو حسين الشحات اهو، ريت تعرضه لنا هنا يا جماعه، وهو بيتمرن في مكان يعني فاضي على الرمل وكلام من ده، وبيعمل بعض التدريبات البدنيه. وعلى غرار حسين على فكره كل لعيبه النادي الاهلي وفقا لبرامج موضوعه من قبل الجهاز الفني. تعليق يا استاذ اوسي. لا طبعا هو ده الكلام المظبوط، هو ده الكلام المطلوب، ان دلوقتي اللاعب هو يعني الحارس على نفسه، هو المدرب على نفسه، هو المراقب لنفسه. لان هو اما انك انت على الاقل تحافظ على نفسك، تحافظ على الحد الادنى على الاقل اللي يخليك جسمك ما يزيدش، انك انت قاعد في البيت بتاكل وما بتعملش اي حاجه، فان جسمك ما يزيدش، انك تتمرن، انك تحافظ على الاقل على لياقتك البدنيه. طبعا بتمرن في الرمال يعني تدريبات صعبه جدا وتدريبات شاقه جدا، فده مهم جدا. يمكن شفنا من يومين كده محمد صلاح منزل الصوره ليه وهو في قمه لياقته البدنيه بجسمه وبعضلاته، ربنا يحفظه ما شاء الله ولا قوه الا بالله يعني. فطبعا النادي الاهلي واضع برامج واللعيبه تتمرن، بس مين اللي هينفذ في بيت؟ مفيش حد رقيب عليك. رقيب عليك ربنا سبحانه وتعالى، وضميرك وحارسك على نفسك وحارسك على مستقبلك. انت عايز تحافظ على نفسك ولا عايز لما ترجع تكون الامور مايزه بالنسبه لك وتصاب وتعمل؟ فاللي بيعمله حسين الشحات ده اعتقد ان كل لاعب، واعتقد ان معظم اللاعبين بيخافوا على مصلحتهم، لان ده راس مالك بالظبط كده، وده مجالك اللي انت تشتغل فيه. نتمنى اليوم التوفيق، وفي مدربين بيشتغلوا عبر الفيديو في اكتر من نادي حاليا موجودين في مصر كلهم، ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله وتنتهي هذه المرحله ونعود للتدريبات في الملاعب، نعود للتدريبات بقوه، تعود للمسابقات، تعود المباريات الوديه، يعود الدوري ان شاء الله ويعود النشاط، ونتخلص من هذا الوباء ان شاء الله في هذا الشهر الكريم باذن الله. يا استاذ اوسي نورتنا، وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. ربنا يشكرك شكرا جزيلا حبيبي، والله اكرم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رب. إن شاء الله شهر مبارك لنا جميعا، ربنا يغفر لنا كلنا وتقبل منا يا رب العالمين، وشهر التسامح كلنا كده، وندعو يا رب ونبتهل لربنا كتير في هذا الشهر العظيم المقبول فيه الدعاء، إن ربنا يرفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين بإذن الله. بشكرك يا أستاذ أوسي. طبعا ضيفنا العزيز في حلقة اليوم الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير، وكلمنا معاه في بعض الملفات الهامة. دي كانت آخر حلقات كلام في الميديا قبل فترة التوقف القادمة بالنسبة لنا هنا. مش هيبقى في كلام في الميديا على مدار شهر رمضان بإذن الله، لو في العمر بقية نتقابل بعد الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم، وتحياتنا لجماهير النادي الأهلي، وكل سنة وجمهور النادي الأهلي كمان طيب بمناسبة ذكرى تأسيس هذا النادي العظيم. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا والأخيرة قبل شهر رمضان، في انتظار أن نلقاكم إن شاء الله على خير بعد الشهر الكريم. هتوحشونا أكيد. إلى اللقاء.